بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك كتابة، وأسبوع من العمل الشاق الممتع. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في ملك كتابة وحلقة الإثنين. هي بالفعل ساعات مهمة جدا، ساعات فيها عمل متسارع، لكنها ساعات غالية على كل الأهلوية، جمهور الأهلي، أعضاء الأهلي، وكل من يحبون النادي الأهلي سعداء أن يكون هذا الزخم الشعبي الكبير يلتف حول دستور الأهلي. يا باشمهندس، المجهود الذي بوزل لكي تصل أو ترى هذه اللائحة النور بإذن الله بعد اعتمادها من جمعية عمومية، نرجو أن تكون صاحبة الرقم القياسي، لا يدل إلا على تفرد الأهلي ومكانته. ما سابش شيء للصدف، استطلع رأي الجميع من أول اللجنة الأولمبية وحتى أعضاء النادي وحتى الرموز الكبيرة في مصر المهتمة بالرياضة وبالنادي الأهلي، لم يترك أحدا إلا واستطلع رأيه كي تخرج هذه اللائحة فعلا دستورا يقتبس منه. ده مش جديد على الأهلي، خاصة لما تشوفوا تفاصيل حلقة النهاردة اللي فيها أربع موضوعات مهمة. هو فعلا كيد النساء، حكاية الملعب والقرعة الملعوبة، العصر الأجيري، ملامح ومخاوف، وأخيرا ولا يزال العرض مستمرا. دي الموضوعات الأربعة اللي هنناقشها مع حضراتكم النهاردة، لكن خلينا أقول لكم بتركيز شديد بيستعد فريق الأهلي للسفر بكرة إن شاء الله إلى كوناكري للقاء هوريا الغيني يوم الجمعة 14 سبتمبر إن شاء الله في مباراة ذهاب دور الثمانية، ودي حسب القرعة اللي أجريت الأسبوع الماضي اللي ما زال عليها بعض اللغط هنحاول نفسره النهاردة. لكن قبل ما ننخرط في الحلقة يا باشمهندس، كل سنة وانت طيب، وكل سنة ومصر بخير، بكرة رأس السنة الهجرية، ولعل من حسن الطالع والمفارقات القدرية الغريبة، بكرة رأس السنة الهجرية ورأس السنة القبطية اللي هي السنة المصرية في التاريخ القديم، فتخيل الاثنين يبدأوا في يوم واحد. له يعني صدفة لها معنى. كل سنة ونحن والأشقاء المسيحيين في خير وعافية، ونتمنى للجميع أن يتذكروا بس أن الله موجود، ويعني كلنا إليه راجعون. ربنا يحمي مصر وتكون رأس سنة سعيدة بإذن الله على كل أبناء الوطن. الأهلي بيواصل تدريباته الجادة جدا استعدادا للسفر زي ما قلت لكم بكرة إلى غينيا إن شاء الله. مجلس الإدارة كلف الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي بترأس البعثة. المباراة يوم 14 سبتمبر يعني الجمعة المقبل بإذن الله. النهاردة خلال المران الثلاثي المصاب صلاح محسن وأيمن أشرف ونصر ماهر يا باشمهندس خاضوا تدريبات تأهيلية خفيفة حول الملعب برضو لعدم تعرضهم لأي إجهاد زيادة، بينما ميدو جابر ومروان محسن أدوا جلسات تدريبية في الجيم. عارفين حضراتكم أنه ميدو بيعاني من إصابة خفيفة في العضلة الخلفية، ومروان محسن بيعاني من إصابة في العضلة الضامة. الدكتور خالد محمود كمان طبيب الفريق بيقول أنه عمرو السلية بإذن الله بدأ يدخل في مراحل التشافي، وتم حقنه بحقنة البلازما الثالثة للتعافي من الإصابة اللي في العضلة الضامة. حتى الإصابات موضة. يعني نخش في الخلفية وبعدين في الصليب، تفتح صفحة الخلفية وبعدين الوتر أكيلس، وبعدين نخش في الضمة. احنا مرة دخلنا في إصابة غريبة جدا وكانت موضة كذا لعيب، تقلصات السمانة. ودي إصابة ما سمعتش عنها مرة في مرحلة كانت عضلات البطن وعضلات البطن، فهي بتبقى موضة ويبدو ان هي قطعا لازم تبقى ليها علاقة بأرض التدريب او ب معرفش يعني، ما عايزه بحث والله، يبقى شاطر قوي اللي يعمل لنا بحث يعرف لنا اسباب الاصابات دي بالذات لما بتتواكب مع بعضها بخلاف تتالي المباريات يعني. ما فيش حاجه في الميه يعني. الحقيقه يعني
انا نفسي بستغرب هو لعيبه الاهلي يعني ايه يعني تسال المباريات ده ظاهره لكن هل ضغط مباريات ولا احمال كتيره؟ لانه برضو اللعيبه ملاحظ انت بتتكلم على واحد زي مروان محسن اصابته غريبه والدكتور بيشخصها شد من الدرجه الثانيه في العضله الاماميه وقال ان هو في حاجه الراحه محتاج اسبوعين لثلاث درجه ثانيه يعني بعديها التمزق بقى وهو راجع من المنتخب ربنا يشفيه والحقيقه مروان ده يعني مبتلى لكن هو شخصيه كويسه ومحترم وبيقدر يتعافى ويرجع احسن من مكان. طيب من الحاجات اللي كتبت عن الاهلي وتحتاج توقف مقاله للزميل محمد شبانه في الاهرام الرياضي ان ابتعد الاهلي فكؤوس السوبر هي التي تخسر. وبيقول محمد شبانه الثقه في كيان الاهلي لازم وواجب علينا جميعا. فهذا ياتي مسؤولا وهذا يرحل، هذا نتفق معه وهذا نختلف، وتبقى القلعه الحمراء من مصادر الفخر لكل المصريين بمن فيهم من ينتمون لانديه اخرى حتى زملكاويه. وبيقول محمد شبانه رئيس تحرير الاهرام الرياضي ومن يرغب في التعرف على القيمه الحقيقيه للاهلي سيعرفها كلما سافر الى اي بلد في العالم. فالاهلي من العلامات المهمه لمصر كلها. لا تعجبني لغه الحديث عن الاهلي حتى لو اخطا مسؤولوه عند تحديد مواعيد كالسوبر المصري السعودي، ولا اعرف ان كان ذلك حقيقيا، فلا يليق الحديث عن الاهلي بمثل هذه الطريقه. فالكيانات العظيمه احترامها واجب، خاصه من المؤسسات الرياضيه، ومشاركه الاهلي في اي بطوله او مباراه يزيدها قيمه، وان ابتعد الاهلي فكؤوس السوبر هي التي تخسر. ونفس ما اقول ينطبق على الزمالك، خلافاتنا مع الشخوص لا تنال ابدا من مكانه الاهلي والزمالك ابدا ابدا، زي ما بيقول محمد شبانه. شوف لعله لخص الامر. الموضوع ما فيهوش خلاف يعني يستوجب ان يتحول الى خلاف شخصي. اها يا اخوانا في مواعيد قد تتعارض، بس بنقول لكم خدوا بالكم. عندي شعور كبير قوي ان في الاخر الصبح هتلعب كما ينبغي ان يلعب. وما هو المنبغي؟ بطل الدوري مع بطل الدوري، او بطل الدوري مع بطل الكاس، يتعمل مقص وفي الاخر يلعبوا مع بعض او وات ايفر، لكن في الاخر الابطال يمثلون في السوبر. وفي القاهره ولا في الرياض؟ دي بقى مساله يعني، ما انت برضه هترجع تقول ليه في القاهره او ترجع تقول ليه في الرياض؟ الاثنين بطل دوري. الاثنين بطل دوري. ما دام بطل دوري، لو بطل دوري مع بطل كاس يبقى في ارض بطل الدوري. ايوه يعني قد يكون هذه احد الحلول، الهلال يلعب في ارضه والاهلي يلعب في ارضه، لكن اذا لعب بطل الدوري مع بطل الدوري يبقى ممكن تبقى قرعه ممكن تبقى بالاتفاق. ودي اولويات الكاف حتى لما بيعمل. وما بقتش اذا بطل ابطال الدوري مع الكونفدراليه في ملعب بطل الدوري، ما بقتش مساله الارض لما تكون الملاعب كويسه، والملاعب كويسه في السعوديه وكويسه في مصر والجمهور كتير. فانت جمهورك موجود هنا وهناك، خلي بالك. انما والهلال هناك عنده فرص حضور اكتر، والهلال كمان جمهوره كبير. لكن ما هياش دي القضيه الخلافيه. القضيه الخلافيه ان توجد الوقت المناسب للهلال والاهلي. طيب اسعار اللعب والارتفاع الشديد فيها اثار الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره السابق فله حوار في مجله المصور بيحمل الاهلي المسؤوليه، بيقول الاهلي اشعل اسعار اللاعبين. حول الله يا رب. قال جمال علام ان النادي الاهلي بكل تاكيد في صفقه صلاح محسن كان له دور في هذا التحول الجنوني، ولكنه ليس بقصد لانه يبحث عن الافضل، ووضعيه صلاح محسن في ذلك كانت تدفع الاهلي للحصول عليه بهذا الرقم، لانه فعليا يملك عروضا في ذلك الوقت بحواجز ماليه تتخطى مليون ونصف المليون دولار، لكن في المجمل هذه الصفقة غيرت شكل الانتقالات داخل مصر بشكل عام. وما أتمناه من اتحاد الكرة أن يخطط للائحة منظمة أو منظمة لعملية الانتقالات ووضع حد للأسعار ومحاولة السيطرة عليه بعد هذا التحول الجنوني، وحتى لا تدمر الكرة المصرية في سنوات قليلة. أنا معاه في المخاوف لكن مش معاه في التسبيب. لو لم يحصل أهلي على مروان محسن بهذا الرقم، صلاح كان صلاح محسن بهذا الرقم كان هيروح فين؟ وبهذا الرقم ايضا الزمالك. يبقى لا الاهلي ولا حاجه.
الظرف اللي اتعملت فيه الصفقة أدى إلى هذا. وقبل كده اللعيبة اللي اتباعت ب 15 مليون برضو كانت طفرة. عنتر كان في نفس الأسبوع. ولاعب يعني إمكاناته حتى الآن تؤكد إنه أقل بكتير من صلاح. مش أقل يعني، مش يعني قصدي أقول إيه، أنت مش بتشتري لاعب دولي. مروان محسن كان لاعب منتخب شباب، منتخب أولمبي. صلاح محسن وهو كان في عرض من واحنا دورتموند. وخلي بالك احنا كمان كنا عايزين، لكن عشان افهموا الاهلي بيعمل ايه، الاهلي حط 13 مليون ووقف ما رضاش يكمل. يعني هي الفكره كده. فما تتهمش الاهلي دائما، فبعد ما يقدرش كل صفقه يخشها ويقف ويسيبها خلاص، في صفقات لا لازم تكمل فيها. عنتر كان صفقه مهمه، وهو على فكره لعيب جيد جدا 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 وصغير في السن، وقد يجد له مكانا في المنتخب لو اجتهد. لكن مروان محسن كانت مؤشراته من بدري خليفه محمد صلاح، خليفه محمد صلاح. الكلمه دي هي اللي غلت ثمنه، والكلمه دي اللي اوجدت له سوق خارجيه بهذه القيمه، 2 مليون وربع دولار او 2 مليون وشويه يورو. كان بروسيا دورتموند، لا كان في نادي في النمسا والنادي مش عارف فين. ودي كانت غريبه، يعني انا اول مره اشوف انديه في النمسا بتدفع الارقام دي. لكن هو فكره ان هو شافوا فيه الكواليتي اللي ممكن يبقى استثمار، ممكن يكون هو ده السبب. فمش الاهلي السبب، السوق السبب. لكن انا معايا دلوقتي ان السوق يشهد حاله غير منطقيه، هي تضخم هائل في الاسعار، تضخم بمعنى الحقيقي، ان الجنيه ما بقاش جنيه وكانه 10 ساق، واخد بالك؟ خلال سنتين يعني الاسعار دي قد تؤدي الى، الا اذا يعني شدت كل الدنيا معاها لفوق، بس الانديه هتتعب جدا جدا. يعني هل هناك حلول؟ مؤكد هناك حلول، واذا كانت التجربه السعوديه قد استطاعت ان تضع بصمه على الدوري المصري من خلال نادي بيراميد وبرضه راس المال الضخم المستثمر فيه، فايضا ما ناخد من نفس التجربه. هم عملوا ايه؟ هم ثبتوا سقف السعوديه، عملت نظام. بص، ودايرت الاتحاد المصري ما دام يعني بنقول، يعني طالما ان احنا بنقول انها تجربه لاثراء الكره المصريه، خد على بعضها بقى. السعوديه قالت لك بص، مفيش لعيب هيزيد عقده عن 1,200,000 ريال، ودول لكل نادي 6 لعيبه فقط، ما يعادل 6 مليون جنيه. كل نادي له 6 لعيبه فقط من السعر العالي، بعد كده 10 لعيبه من سعر 2 مليون ريال فقط، مليون ريال فقط. يعني الاولاني مليون وربع، يعني الثاني 10 لعيبه مليون ريال، بقيه اللعيبه بقى يا باشمهندس تحت سقف المليون ريال. كلام جميل، ويبدو انه كلام غير قابل للتطبيق، لكنه تم تطبيقه. ما انت الاتحاد لما يكون قوي يقدر يفرض ويطبق. انت عارف العقود، ما هو ناس قالت لك ايه، طب العقود الكبيره الممتده عملوا لها ايه؟ قال لك كل العقود السابقه صاحبها ملزم يتبرع ب 50% منها اعانه للبنيه التحتيه للنادي. يعني انت مضي لاعب على 10 مليون، طلع القرار في مصر رغم انه تفرضه، هو قرار قال لك بص بقى، نص 50% من هذا العقد الكبير يتم التبرع به للنادي. يا سيدي احنا عايزين الجزء الاولاني، والجزء الثاني نقول الحين انتهى العقد. لو عملت حتى ربعه للتبرع للقطاع الناشئين، جلسه توقيع صلاح محسن معاك صح؟ ما اعرفش انا الصوره كان فيها مين. يعني ما علينا، مش ده المهم. المهم دلوقتي ان عايزين ناخد التجربه على بعضها. زي ما احنا بناخد القدره التسويقيه، بناخد ايضا القدره التنظيميه. وانا عاجبني الجزء التنظيمي ده جدا. ادي صلاح محسن يا سيدي. انا عاجبني الحقيقه، كان تيم وورك عالي جدا. واحد من الناس اللي عملوا الدور الكبير فيه علي عبد الصادق، مؤكد. لكن في الاخر كان تيم ورك في الفتره دي، جه محمد شريف وجه محمد صلاح، وكانت عمليه مش سهله ابدا. طيب
برضو بطولات في كل الألعاب، مصطفى الجمل بطل الأهلي في رمي المطرقة فاز بالميدالية الفضية في بطولة العالم للقارات المقامة حاليا في التشيك. الجمل بيمثل مصر فيها وهو أحد أبطال العالم في المطرقة، والأهلي بيتطلع بإذن الله من خلال نموذج مصطفى الجمل أنه يحقق ميدالية أولمبية لمصر في طوكيو 2020 إن شاء الله. عشان هذا الأمل يبدو واقعيا، كنت أتمنى دايما في الألعاب الرقمية يكتب الرقم. يعني ما يهمنيش ياخد الميدالية الفضية، يهمني أن يعمل رقم يقترب من الرقم القياسي أو يتخطى. هو الجمل من اللعيبة الواعدة جدا. والجدير بالذكر أن محمد مجدي حمزة لاعب الأهلي قد حقق أيضا جي سابع في كأس العالم في دفع الجلة في نفس البطولة. كل يوم في انتصارات، إذا كان 11 سبتمبر بعد يومين هيكون، امسك الأجندة وافتح أي صفحة هتلاقي في مثل هذا اليوم. طيب 9 سبتمبر 2012 يعني من 6 سنوات الأهلي فاز بكأس السوبر المصرية السابعة في تاريخه بعد ما تغلب على إنبي 2-1 سجلهم عبد الله السعيد ومحمد ناجي جدو نفتكره. لعب حلو قوي البينيه سيد معوض، ممكن الخطوره لو بص، انما ضربه جزاء للنادي الاهلي، ركله جزاء سيد معوض، انطلاقه ايه وحلاوه ايه، انما يوقفها بايده اسامه رجب، وركله جزاء مع الدقيقه 63 من احداث المباراه النهارده بانطلاقه وعبقريه التحرك لسيد معوض داخل الصندوق، اهي اللعبه تاني، ويعمل العرضيه، انما مانو والله هو اللي كان موجود، وتيجي في ايده محمد فاروق ما يترددش. جزاء لسه وقت كبير قوي، عبد الله السعيد، عبد الله السعيد وعبد المنصف، عبد الله وعبد المنصف، مش ممكن، عبد المنصف لسه، جول جول جول، واحد للنادي الاهلي، لمست محمد عبد المنصف وطلعها في منتهى الجمال، انما عبد الله السعيد يكمل، لو ما لمستش حد ما كانش يقدر ان هو يكملها، انما محمد عبد المنصف يتعملق ويتالق اول مره ويكملها عبد الله السعيد داخل شباك انبي، واحد دون مقابل للنادي الاهلي في الدقيقه 19 من احداث الشوط الثاني. يبقى الضغط اللي عمله لعيبه النادي الاهلي ادى الاخطاء زي ما شفنا كده، وقلنا ان كتر الضغط هو اللي بيعمل مشكله للمدافعين ويبدا تركيزهم يقل. ادي عبد الله وادي محمد عبد المنصف يا ولد يا لعيب، يطلعها لاول مره ويكمل فيها عبد الله السعيد داخل الشباك، واحد للنادي الاهلي دون مقابل لنادي انبي في السوبر رقم 11 للكره المصريه بدايه موسم 2012 2013. بتتعادل اللعبه للمره الثانيه والثالثه، لعب عليها كده بعينه محمد عبد المنصف والاثنين اشتغلوا بذكاء على بعض، انما يتألق اول مره محمد عبد المنصف ويكمل باصرار عليها عبد النادي الاهلي، وفاول من مكان كويس قوي، هنشوف هيعملوها ازاي. الضربه الحره على ايمن، خطيره، مش ممكن، محمد شعبان بذكاء، شعبان شعبان شعبان، جول جول جول. الاخطاء اللي بنتكلم عليها ولسه بنقول انبي هيبقى له راي تاني ولا ايه في 13 14 دقيقه في الوقت اللي جاي، واحد الاهلي واحد انبي مع الدقيقه 78، محمد شعبان اللي سجل في الدوري امام النادي الاهلي بيسجل دلوقتي، وادي شريف اكرامي بيتكلم بيقول الحائط البشري والامل قريب، مش ممكن اللعبه اللي فاتت، ادي اللعبه هي وتعدي من مدافع النادي الاهلي واحمد عبد الظاهر اللي بذكاء كده يسيب الكوره عشان محمد شعبان بيسجل هدف التعادل، مش ممكن. ادي الاخطاء يا جماعه، كنا بنتكلم على حراس النادي الاهلي، شريف اكرامي اللي خد الايمن بعيد مستني العرضيه، وكان لازم حد يبقى واقف قدام الضربه الحره بشكل افضل من كده، انما بذكاء محمد شعبان يسجل هدف التعادل لفرقته في لقاء النهارده. ام بي واحده ثانيه للنادي الاهلي، حسام عاشور يلعب العرضيه انما يطلع ثاني الدفاع لقدام، دخل لجوه محمد ناصف بشكل كويس ويطلعها، انما ياخدها تاني ويلقطها محمد بركات يا ولد يا لعيب، يمشي بيها عرضيه، جول جول جول، الجول التاني للنادي الاهلي، مش ممكن، عرضيه ايه وحلاوه ايه، جدو 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 محمد بركات، عرضيه ما ترجعش، بقول لك يجي جون دلوقتي تقول مبروك النادي الاهلي، عرضيه بركات وراسيه جدو 2-1، التلات تجوان حلوا اللقاء. انبي عامل لقاء طيب وكبير، النادي الاهلي بخبره لعيبته محمد بركات الانطلاقه في منتهى الجمال والروعه، وعرضيه جدو يقول لك اهي دي ما ترجعش يا جدعان، حلوه حلوه العرضيه، راحه جون وهي راحه في الهواء، بقول جون،
بص شوف بركات بيعمل ايه، والعرضيه التمركز الرائع وجده في الشبكه، الجون الثاني للنادي الاهلي، 2 للاهلي، ولاعيبه الاهلي حاسين بينا، حاسين بينا لعيبه النادي الاهلي، لان كان الوقت هيطول بينا قوي. ادي بركات وادي العرضيه وادي جده والحكايه من اولها، 2 للنادي الاهلي مع الدقيقه الثانيه من الوقت المحتسب بدل الضائع. ده على 9 سبتمبر، لكن كمان في 11 سبتمبر. 11 سبتمبر كان ذكرى ميلاد الكابتن صالح سليم عليه رحمة الله، و11 سبتمبر حصلت فيه في أمريكا ما حصل. اتزلزلت الأبراج في ذكرى ميلاد صالح سليم. ألف رحمة ونور على الكابتن صالح عليه. وعلى كل عظماء الأهلي الراحلين، ويبقى الأهلي دائماً خالدا بكل ما بذله هؤلاء. رغم كل اللي بيحصل ده، هو فعلا كيد النساء. بعد الفاصل كلام مهم. اهلا بحضراتكم من جديد. هو فعلا كيد نساء، كيد نساء بجد. اللي حاصل ده ملوش معنى إلا ده. وسط هذه الأيام المهمة جدا والمشهودة في تاريخ النادي الأهلي، اللي الأهلي بيسري فيها كل المعاني الحقيقية للممارسة الديمقراطية السليمة، دعوة أعضاء النادي وجمهوره للتفاعل مع دستوره. الأهلوية هم بإيدهم اللي بيكتبوا دستورهم، مادة مادة وكلمة كلمة، ورش عمل في كل الفئات العضوية، لجان للمرأة، لجان للشباب، لجان للرياضيين، لجان للفنانين، لجان للإعلاميين والصحفيين، لجان للشخصيات العامة، للرياضيين السابقين، للأعضاء السابقين، لرؤساء النادي السابقين اتبعتت لهم، تفاعل حتى مع الإعلاميين اللي من غير الأعضاء. ثم عرض هذه التعديلات بهذه اللوائح، بهذه اللائحة، على أعضاء النادي من خلال 3 ندوات في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، ويحضر الكابتن محمود الخطيب وأعضاء المجلس وأعضاء اللجنة المنوط بها وضع اللائحة لمناقشة الأعضاء أصحاب الأمر. ثم إعلان، ومن قبل إعلان عبر الإيميل الإلكتروني شارك علشان يستقبل النادي أو تستقبل اللجنة كل هذه البنود ولهذه المقترحات اللي وصلت لعدد كبير جداً، حوالين ال 18 مادة. في ظل كل هذا الصخب أو هذا الزخم التشريعي المهم جدا، الأهلي يا باشمهندس، إسراء ممارسة الديمقراطية، تفعيل الروح الإيجابية في الناس تشارك بجد، ثم أن كل واحد بيحط البند اللي هيحكمه بنفسه. أجواء مهرجانية، الأعضاء قاعدين بيتكلموا في شؤون النادي الأهلي، بيتقوا مع مجلس الإدارة. والله أيام الانتخابات ما كانت بهذه الكثافة وكذا الزخم. حاجة حلوة انك تبقى يعني في ايامك العادية انت معني انك تتلاحم وتلتحم مع اعضائك بالصورة دي. محدش له حجة النهاردة ان يقول والله في قصور في اللائحة لان انا متعبر عن كذا. الفرصة متاحة. خلاص، اخر ميعاد لقبول الاقتراحات كان امبارح، هينزل كتايب يوم 15، بقى في شكله النهائي بعد إعادة الصياغة واعتمادها من المجلس دلوقتي، واعتمادها هتعتمد، وبعدين هتطلع بالشكل الأنيق بتاعها وتبتدي توزع من جديد عشان يستفتى عليها. ما حدش غير الأهلي بيعمل الكلام الجميل ده. صحيح. أبدا. صحيح. ولكن ده تملي، كلما يأتي الإشادة بما يفعله الأهلي والاحترام والوقار والقيب، يأتي هناك من يستفز هذا الأمر ويحاول دائما أن يهيل التراب على ما يحدث من إنجازات في النادي الأهلي. وده وضع الحقيقة يدعو أنك تشفق على اللي بيعمل كده، لأنه لو كان قادر يعمل ذا كان عمل، لكن هو يشوهك بس. فأعتقد أن ما يفعله الأهلي حتى مش محتاج يرد عن أي حاجة. طيب، الأهلي عشان يستكمل هذا المشروع التشريعي حسب القانون اللي هو ملزم بيه وملتزم بيه، القانون 71 لسنة
2017 لازم يعتمد من المشروع اللائحة، لازم يعرض على اللجنة الأولمبية. الأهلي سار في الخطوات القانونية السليمة، السليمة جدا كمان. زار اللجنة الأولمبية، سلمهم مشروع اللائحة في الصياغة الأولى بتاعته عشان يشوف ضبطه مع الميثاق الأولمبي ومع اشتراطات اللجنة الأولمبية. كابتن محمود الخطيب ترأس وفد من النادي الأهلي، زار مقر اللجنة الأولمبية، التقى بأعضاء اللجنة الأولمبية، تناقشوا حوالين مشروع لائحة الأهلي. ثم كان رد الزيارة في اجتماع آخر بالأمس في مقر النادي الأهلي، استقبل النادي المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ووفد اللجنة للاتفاق على البنود الأخيرة. دي زيارة الكابتن محمود الخطيب ومجلس وفد النادي للجنة الأولمبية. وضع وحاجة تشرفك. الناس بتحتفي بيه. يعني وهو يعني مليء بالحيوية رغم المجهود الكبير اللي بيبذل. العلاقات الطيبة زي ما تكون بقت هي يعني الشيء اللي مش مطلوب. يعني لما تيجي تسعى إلى أن يبقى لك علاقات طيبة بمؤسسة من المؤسسات، يبدو الأمر أنه يستحق النقد والانتقاص. طيب، بعد زيارة الخميس وفد الأهلي للجنة الأولمبية، يوم امبارح الأحد زار المهندس هشام حطب ووفد اللجنة الأولمبية النادي الأهلي. الكابتن محمود الخطيب استقبلهم وأعضاء مجلس الإدارة. وجه رئيس النادي الأهلي الشكر إلى رئيس اللجنة الأولمبية، وأكد الكابتن الخطيب أنه رد زيارة من رئيس اللجنة الأولمبية يعكس قيمة التعاون بين الأهلي واللجنة الأولمبية وتطلعات كل الأطراف لعلاقات طيبة ومحترمة. وأعرب الكابتن الخطيب عن سعادته باستجابة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة للحضور والرد على استفسارات النادي في بعض بنود اللائحة. ووجه رئيس الأهلي الشكر للجنة الأولمبية رئيسا وأعضاء. رد المهندس هشام حطب بأنه سعيد جدا بحضوره في النادي الأهلي، وبيأكد على قيمة النادي الأهلي وقيمة ما يطلع به من إنجاز تشريعي مهم جدا. نشوف زيارة المهندس هشام حطب، أو نشوف في الأول يا باشمهندس كلمة الكابتن محمود الخطيب في ندوة الشيخ زايد وكلامه مع الأعضاء. النادي الأهلي صاحب الريادة في كل حاجة تانية. الحمد لله رب العالمين، ربنا ديمها نعمة يا رب علينا ونستمر كده على طول. النادي الأهلي أسس سنة 1907 1908 كان في جمعية، أول جمعية عمومية للنادي الأهلي 1908، يعني أجدادنا يعني ربنا يعني يرحم موتانا جميعا، اجتمعوا وحطوا اللائحة أو اللائحة الأساسية للنادي الأهلي، حطوا نظام أو حطوا بروتوكول أو حطوا النادي الأهلي يتعامل إزاي، إيه اللوائح اللي بتضبط النادي الأهلي، تضبط التعاون أو التعامل في النادي الأهلي. ده 1908 الجمعية العمومية أقرت هذه اللائحة. بعد كده طبعا اتغيرت، بتغيير بقى السنين اتغيرت قوانين كثيرة في الدولة، كل أجيال بتيجي بتحاول تتواكب هذا التغيير، إلى أن جت وزارة الرياضة حطت قوانين. القوانين دي هي اللي بتحكم الأندية، هي اللي بتحط أسس ولوائح تحكم كل الأندية أو الهيئات الرياضية، الأندية والاتحادات بقت من خلال وزارة الرياضة. الأمر ده أمر ما يخليناش سعداء بأن احنا ما عندناش استقلالية، مش 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 احنا اللي حاطين، مش حضراتكم او يعني مش الجمعيه العموميه بتاعه النادي الاهلي هي اللي حطت هذه الاسس، فاحنا بنشتغل على نظام الدوله اللي كان موجود في هذا الوقت. النادي الاهلي برضو من الرياده من 2006 واحنا بنطالب بتغيير قانون الرياضه من سنه 2006. كنت ساعتها انا وبعض الزمايل اللي كنا في مجلس اداره بنخاطب دايما المسؤولين ازاي نغير قانون الرياضه، لان في بعض الحاجات المفروض ان هي تتغير وتدي الاستقلاليه شويه للنادي او للهيئه الرياضيه ان هي تتحرك. 2011 عملنا ورقه عمل بهذا الكلام، ورقه عمل شامله بهذا الكلام، وفضلنا مصرين ان احنا نتابعها مع كل المسؤولين لغايه 2013 عملنا جمعيه عموميه وعملنا لائحه
نظام اساسي للنادي الاهلي والجمعيه العموميه اعتمدتها، ولكن الوزاره في هذا الوقت رفضت الجمعيه العموميه بتاعه النادي الاهلي. فهنا النادي الاهلي، انا بقول الكلام ده ليه، النادي الاهلي دايما بيحاول يفكر ازاي يكون عنده رياده في ان احنا، او ازاي يحرر الرياضه يكون فيها استقلاليه للانديه والهيئات، ازاي ان هي يعني يكون ليها دور كبير في هذا الامر، وازاي الاعضاء العاملين يقرروا دستورهم او يقرروا مستقبلهم او ميثاقهم بما لا يخالف طبعا القوانين وبما لا يخالف لوائح الميثاق الاولمبي مثلا. 2013 ده انتهى، 2017 مع يعني ليه انا بحكي القصه دي؟ عشان من 1908 النادي الاهلي بيطالب، 2017 اتغير قانون الرياضه وادى الحق للجمعيات العموميه بالانديه، اداهم الحق في انهم كل واحد يعني يقوم بتنظيم العمل داخل النادي، اللي هي لائحه النظام الاساسي بالنسبه لكل هيئه رياضيه. ده انا بعتبره برضو النادي الاهلي له الحق وله الرياده في هذا الامر. التاريخ اللي انا قلته ده هو ده اللي خلى القانون، او يعني اللي ساعد، مش خلى، ساعد ان يكون المسؤولين في الدوله انهم يغيروا القوانين طبقا لفعلا الاتجاه الصحيح اللي احنا ازاي نروح ان نكون مستقلين في اتخاذ قراراتنا ورؤيتنا. السرد الثالث التاريخي من الكابتن محمود الخطيبي، الخطيب قال لك من اول يوم النادي الاهلي في تنسيق بينه وبين الجهات المسؤوله عن الرياضه وهو بيعمل لائحته، دائما يسعى انه يعمل لائحه تتوافق ولا تتعارض ولا تصطدم، ولكن تطيح اكبر قدر من المرونه والصلاحيات لجمعيته العموميه. وكان الاهلي ولوائحه ومحاولاته كانت ارهاصات صدور القانون الجديد الذي توسع في دور الجمعيات العموميه وصلاحياتها. هذا مجمل ما قاله الكابتن محمود الخطيب. 2006 عملنا كذا، 2011 عملنا كذا، 2017 عملنا كذا، 13 عملنا كذا، ف 2013 2014 اللائحه والنظام الاساسي التي رفضها الكابتن طاهر ابو زيد ورفض النادي الاهلي يعملها في عناد غير مبرر، لتاتي بعد كده الدوله تغير قانونها وتقول لك لا الانديه تعمل لوائحة، واللي مش هيعمل لائحته يمشي على اللائحة الاسترشادية بتاعت اللجنة الأولمبية. الجديد والمستجد والذي هو قائم وينبغي أن يكون، وكل الألفاظ اللي أنتوا عايزين تقولوها، أن اللجنة الأولمبية صاحبة الاختصاص الآن وليست الوزارة هي المعنية. كانت وزارة الشباب هي المهيمنة. النهاردة يوكل الأمر إلى اللجنة الأولمبية. طب وفي حالة الخلاف في هيئة تحكيم رياضي، قانون واضح ومحدد، ولكن منذ أن صدر القانون والجميع يريد أن يصطدم به، أو البعض مش الجميع، شفنا أن نتيجة هذا العناد وهذا الصدام أن لائحة النادي الأهلي لم تعتمد، لأن من أول يوم اللجنة الأولمبية قالت أنها غير قانونية من قبل طرحها، ورفضت أن تشرف عليها وعلى الاستفتاء الجمعية العمومية. وقتها كان هناك كلام ان الزمالك متفق مع اللجنة الأولمبية وانه ماشي طبقا للقانون والدنيا كانت سمنة على عسل، لا كان في مكايدة ولا كان في حاجة. الأهلي يعاند والزمالك يتفق ويتسق. النهارده الوضع ايه؟ عندما اختلف الأهلي يسعى إلى ايه بقى؟ زي الدستور ما بيجي يتعمل والقوانين ما بتيجي تتعمل، الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة. أما بتيجي أنت تعرض وتقول إيه؟ عايزين نعرف هو القانون ده يتفق إنه يبقى وصحيح الدستور عشان ما يبقى ما يطعنش بعدم دستورية المادة، فبتعرضه الأول عليه بدل ما تطلع وتاخد الحكم بعدين يطعن عليه بعدم الدستورية. عندما فكر النادي الاهلي ان ازور اللجنه الاولمبيه كان هذا هو هاجسه ودافعه. انا اروح الاول واوري كل حاجه اللجنه الاولمبيه واوري البنود والتعديلات، ها؟ واللجنه الاولمبيه تقول لي ايوه ده يتفق، ده ما يتفقش عدله. في الاخر خالص تيجي الصياغه والذي سيطرح على الجمعيه العموميه هيكون يتفق مع صحيح القانون ولن يوجد اي صدام مع اللجنه الاولمبيه، وهو المطلوب، لان مش هنعيد تاني المشاكل.
هل في هذا صواب؟ ايوه في صواب. هل في هذا حكمه؟ منتهى الحكمه. هل في هذا حاجه تسيء للاخرين؟ بالقطع لا. طب ايه اللي مضايق الناس؟ ان على طول بيفكروا في النادي الاهلي، ما حدش بيفكر في نفسه. اللي بيفكر في النادي الاهلي باستمرار هيتضايق، لانه هيلاقي حاجه صح قوي هتغيظه. فاحنا مالناش دعوه بالاخرين، نتمنى ان الاخرين ما يكونش لهم دعوه بينا الا اذا كان هناك مواقف فيها صدام. طب الاهلي ما بيصطدمش، الناس بتصطدم بيه ليه؟ هذا هو السؤال الذي سنحاول الاجابه عليه عما قليل. طيب كابتن خطيب في كلمته لاعضاء النادي في الشيخ زايد فكرهم بحاجه، الارث التشريعي للنادي الاهلي. خدوا بالكم وانتم بتتكلموا على لائحه نظام اساسي او دستور للنادي الاهلي، لازم أن تعرفوا الجذور التاريخية التشريعية لهذا النادي العظيم. تاني سنة على طول لنشأة النادي الأهلي، يعني الأهلي أبريل 1907، ما مرتش سنة حتى كان مجلس إدارته في 25 فبراير 1908 بيعتمد لائحة النظام الأساسي أو دستور النادي الأهلي. ده الدستور بتاع النادي الأهلي اللي أقر في 25 فبراير 1908. يعني انتوا بتتكلموا اللي بيحصل النهارده ده حصل من 110 سنة. شايفين؟ هذا هو تراث الاهلي، هذه هي تقاليد الاهلي، هذه هي النظام الذي يتوارثه الجميع عنها، عشان الناس تعرف قيم وتقاليد جايه منين. فاللي حصل النهارده مش وليد الساعة. القانون ألزم الأندية ان كل نادي يحط لائحة نظام أساسي ويستقل بذاته. لكن الاهلي بينطلق من حضرته وقيمته بهذا الشكل. ده من 110 سنة، عشان كل عضو في النادي لازم أن يبقى عارف أنه أجداده من أعضاء النادي وعظماء الأهلي ومؤسسوه من 110 سنة كانوا حريصين على اللي بيحصل دلوقت، أنه يحط دستور ينظم العلاقة بين كل الأطراف في النادي ويحافظ على قيمة النادي الأهلي. لولا هذا الدستور بكل المواد بتاعته ما كانش الأهلي اتبنى على هذا الشكل المؤسسي القوي جدا ووصل لما وصل اليه. فديت اهميه التشريع، اهميه التشريع ان انت بتحط دستور حاكم يدير كل العلاقات بين كل الاطراف ويحفظ للنادي فرص التميز ويحفظ للعضو فرص راحته. هذا شديد الاهميه يا استاذ ابراهيم. وحسنا فعلت انك انت رجعت بينا الى نقطه الانطلاق. 25 فبراير 1908. لماذا الأهلي مؤسسة منضبطة محترمة منظمة ذات قيم وتقاليد عريقة؟ الناس اللي ليها حضارات هي ليها كده، ليها هذه الخلفية. الناس كلها تتكلم على بتروح انجلترا يروح يتفرجوا على تغيير الحرس بتاع القصر، لأنها ليها طقوس تتفرج عليها من يوم ما اتعمل لحد النهاردة بنفس النظام. تقاليد العرش ماشيه بنفس هذا النظام، فنظام راسخ. النهارده انت الاهلي له تقاليده الراسخه اللي الناس اللي مش عاجبه هيتعب، والناس اللي عايزه تطور نفسها مش هنقول لها يعني اقتبسي من الاهلي، لكن لو اقتبست مننا هنبقى سعداء ومش هنقول لهم ولا كلمه غير احسنتم. وبالنسبه للجنه الاولمبيه، يعني كان ممكن نوريكم وثيقة النهاردة أحد اجتماعات اللجنة الأولمبية سنة 34، واللجنة بتشكل أو بتشكل مجلس إدارتها، بتجرى الانتخابات وانعقاد الجلسة في النادي الأهلي. النادي الأهلي بيستضيف، وده مش جديد ولا لا. لو عرفنا أنه أحمد حسنين باشا أول لاعب أولمبي يمثل مصر في دولة في دورة أولمبية في لعبة السلاح هو الرئيس اللاحق للنادي الاهلي فيما بعد. لو عرفنا انه اول بطل يحمل ميداليه اولمبيه لمصر السيد نصير، اول ميداليه اولمبيه في تاريخ الحركه الاولمبيه المصريه ابن الاهلي السيد نصير. فتاريخ الاهلي مع الحركه الاولمبيه ما حدش ينفع يتكلم فيه. طب الاهلي ليه راح اللجنه الاولمبيه؟ وليه استقبل المهندس هشام حطب؟ هل المهندس عدلي اشار ليه ان ديت حتميه قانونيه؟ حتمية قانونية بالمعنى الحرفي، لأنه قانون الرياضة ده رقم 71 لسنة 2017 اللي صدر السنة الماضية، هذا القانون يحتم على كل نادي
يضع لائحة نظام أساسي، وهذا القانون في المادة الثالثة قال أن كل نادي وكل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والاتحادات تضع لوائحها وتعتمدها من اللجنة الأولمبية. كلمة تعتمدها يعني إيه؟ يعني تتواصل مع اللجنة الأولمبية وتعرض عليها. أيوه. يعني هذا تواصل، فأنت من بدري بتتواصل عشان ما يجيش بعد ما تعمل كل ده يطلع عندك خطأ يؤدي إلى عدم الاعتماد. أنت هتروح بمشروعك للجنة الأولمبية، هتروح. مش هينفع تقر وتعتمد بصحيح القانون. ما هي الناس بتتكلم كل حاجة، يقول لك كل شيء بالقانون، ولما تيجي مع أول ممارسة للقانون هي أول حد يدوس على القانون وأول حد ينتهكه. القانون قال جمعية عمومية تنعقد، نصاب قانوني محدد لكل جمعية عمومية حسب النسبة العامة للنادي، تعتمد لائحتها ثم تعتمد من اللجنة الأولمبية لتكون سارية. الأهلي زي ما المهندس عدلي أشار حب ياخد بالرقابة السابقة. أنا ما أقدرش أستنى بمشروع وأعمل جمعية عمومية، أولا هيبقى غير لائق للنادي الأهلي إنه جمعيته العمومية تقر مشروع لائحة تروح لوزارة الشباب اللي دلوقتي بتنوب عنها اللجنة الأولمبية فتغيرها أو تعترض على حاجة فيها، غير لائق. الصح إيه؟ هذه العلاقة المحترمة. أنسق. تعالى بشكل محترم ومنسق قول لي أدي المشروع بتاعي، أنا ما عنديش حاجة خايف عليها، ده أنا حاططها على المشاعر لكل الناس. ده أنا بعلن للرأي العام. حاطط حاجة لنفسه. بالظبط. هيقلق من إيه؟ غير دي حاضر. ده رئيس النادي نفسه هو أول واحد يهتم يحط بند الثمان سنين. لولا إن كل الاقتراحات وكل الناس اللي قدمت رؤية أعضاء النادي انحازت لفكرة إنه ما يبقاش فيه 8 سنين لا للرئيس ولا للأعضاء، لأنه ده حجر على إرادة الجمعية العمومية. فأنت بصدد مجلس إدارة مش مخبي حاجة، ده سايب الأعضاء هم اللي بيصيغوا، ده بيجيب كل الورش لكل الفئات عشان تحط دستورها بنفسها، وبعد كده لما تنتهي إلى الصياغة العامة تتعلق في كل جوانب مقرات النادي عشان الناس تروح يوم 28 سبتمبر إن شاء الله تصوت على هذا المشروع. ولما الأهلي يروح للجنة الأولمبية ويستقبل اللجنة الأولمبية يطلع الأستاذ مدحت شلبي، الكابتن مدحت شلبي في برنامجه يقول الأهلي لما بيعمل ده عايز اللائحة تعتمد وهي في الهواء. يعني هو احنا دلوقتي ضد العلاقات المحترمة، ضد القانون، ضد القانون. يعني كان الأهلي يقابل هشام حطب عند برج القاهرة ويقعد معاه على جنب علشان يجتمع بيه. الأهلي لما وفده يروح يزور مقر اللجنة الأولمبية ثم وفد اللجنة الأولمبية يزور النادي الأهلي في زيارة حدثت في الثلاثينات، مفهوم دي إيه يا أستاذ إبراهيم؟ أقول لك إيه؟ يعني النادي الأهلي دلوقتي راح اللجنة الأولمبية هيعمل كل حاجة واللجنة الأولمبية قالت له كده أوكي، واخد بالك؟ فبقى كده أوكي. يعني لما تخلصها وتعتمدها كده يبقى أنت وهي في الهواء هتيجي معتمده. ما يعني هي مش، ما كنتش اتصور انها اعتراض قد ما هي يعني ان مبالغه في الحرص على انها تبقى متوافقه تماما مع صحيح القانون وتعتمد 100% من اللجنه الاولمبيه. لا، الزملاء بيفكرونا ده محضر اجتماع للجنه الاولمبيه اللي اجتمعت في النادي الاهلي سنه 34. كان فيها مين؟ كان فيها حيدر باشا. 11 مايو 34 كان فيها حيدر باشا. كان فيها حيدر باشا رئيس اتحاد الكره ورئيس نادي الزمالك وقتها. يعني عشان بس ما حدش يقول لك ايه اللي وداهم النادي الاهلي. بالظبط. وفيها قيادات من النادي الاهلي ومن كل الالعاب الرياضيه او الاتحادات الرياضيه. يا اخوانا النادي الاهلي من يومه معمول حاجه صح، فالناس بتروح للصح، ايه المشكله؟ الدنيا بقى مش بس مش مساله ان هو كابتن مدحت طبعا كان بيستعرضها في مناسبه. في مناسبه لهذا الكلام اعتقد ان انت طيب. أما الكابتن مدحت استفتى الأستاذ مرتضى منصور، سأل مرتضى منصور هو إيه رأيك في إنه الأهلي يروح للجنة الأولمبية؟ وأنا برضو مش شايف معنى للسؤال. السؤال ده يتسأل يا للنادي الأهلي يا للجنة الأولمبية أو لوزارة الشباب والرياضة. هل وزارة الشباب والرياضة حلت محل اللجنة الأولمبية دلوقتي ولا اللجنة الأولمبية قايمة بدورها؟ وده على فكرة كلام مهم هنحاول نعرضه. لكن ان انا الاقي استاذ مرتضى منصور قال له اللي حصل ده
كيد نسا. ليه يا عم كيد نسا؟ هو واضح بيتكلم على خلفية انه في توتر في العلاقة ما بين اللجنة الأولمبية وما بين نادي الزمالك. مجلس إدارة الزمالك دعا الجمعية عمومية، اللجنة الأولمبية لم تعترف بيها، حتى الآن الموضوع فيه مشاكل قائمة. هم أدرى بيها والأهلي ما هوش طرف فيها. يا أخي حاجة غريبة أوي. لكن لما الأهلي يمشي عدل، بس بدي ما لما الأهلي يحترم صحيح القانون تقول لي كيد نسا؟ أنت عارف أنا ليه عايز أقطع في الحتة دي مقاطعة صغيرة؟ لأن سبحان مغير الأحوال. من سنة بس كان الوضع معكوس. من سنة بس كان اللي على وفاق هو نادي الزمالك، وبيقول أنا بنسق وماشي طبقا للقانون وطبقا للجنة الأولمبية، وكانت العلاقة على ما يرام. واللي كان مختلف كان النادي الأهلي، وكان في خلاف على بعض الأمور التي تتعارض مع صحيح الإجراءات من وجهة نظر اللجنة الأولمبية ومع صحيح النصوص التي تتوافق مع القانون. وقتها برضو أنت مؤكد متسلسل معانا، عارفين فكر الناس بس بيدي ودي. عارفين أنا هجيب لك حاجة دلوقتي تشوفه هو مين بيمارس كيد النسا بالمعنى الحرفي. مش النادي الأهلي أبدا. كيد النسا بالمعنى الحرفي أنه من فترة أثناء الانتخابات الماضية وأثناء أزمة الأهلي في مجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس محمود طاهر مع اللجنة الأولمبية، وقتها كان الخلاف على أنه المهندس محمود طاهر ومجلس الإدارة عاملين الجمعية العمومية على يومين وفي مكانين. طيب مرتضى منصور في كلامه مع مدحت شلبي قال أنه أكبر غلط عمله مجلس إدارة الأهلي الحالي بما يفهم منه كيد النسا أنه أوقف إجراءات الدعوة ضد لائحة النادي الأهلي اللي كان عاملها المهندس محمود طاهر. يعني هو الراجل ده دلوقتي شايف أنه مجلس إدارة النادي الأهلي عامل كيد نسا. ليه؟ لأنه من وجهة نظره أوقف الدعوة اللي بتطالب بلائحة سليمة من وجهة نظره دلوقتي ضد مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي. في كلامه مع الكابتن مدحت شلبي أنه لائحة النادي الأهلي اللي فاتت كانت سليمة، وموقف المهندس محمود طاهر كان سليم، واللي بيعمله الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته في هذا الاتصال مع اللجنة الأولمبية هو كيد نسا. عايزين تعرفوا كيد النسا الحقيقي؟ نرجع نفتكر كلام مرتضى منصور مع الكابتن أحمد شوبير عن ذات الواقعة إبان مجلس المهندس محمود طاهر. أسألك سؤال وتجاوبني عليه بصراحة. هل بالفعل بعض من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي كانوا بيلجأوا لك حتى وقت قريب عشان موضوع اللائحة؟ طبعًا. ده بجد؟ طبعًا. وكان بيشرفني دوًا، لأنه زي ما قلت لك إحنا مش في معركة، إحنا في تنافس رياضي. لكن لما كانوا بيسألوني في أي حاجة كنت بقول له. ده حد قريب يا فندم؟ طبعًا، لغاية من 3-4 أيام مفيش مشكلة. وأنا كان رأيي من الأول وأنا قلته. طبق اللائحة رأيي كان أول اعمل في مقر واحد. اعمل في مقر واحد في يوم طبعا. واحد. في يوم واحد. نعم. لكن أستاذ محمود طاهر أولا مش راجل قانون. أنا مش مهندس، حضرتك مش دكتور، كل واحد يتخصص. اللي نصح الأستاذ محمود إنه يعمل له على يومين في مقرين أنا مش لاقيه. ورطه الرجل في جمعية عمومية، أنا آسف، وهمية. اتعملت على يومين، وانا حتى قلت للاخوه اللي كانوا بيكلموني في النادي الاهلي الماده اعتقد 4 في اللائحه للنادي الاهلي. هل من الممكن تقول اسماء اللي كلمتك ولا لا؟ طيب اتفضل. هم كل النادي المجلس ما فيش 2 او 3 اللي فيه. هو نفسه الاستاذ مرتضى منصور كان رايه مع الكابتن احمد شوبير ان الناس دول ما بيفهموش في القانون، ورطوا النادي الاهلي في جمعيه وهميه غير قانونيه. لما سالوه قال لهم اعملوا الجمعيه على يوم واحد في مقر واحد، لكن بهذا الشكل ووفقا للنظام وقتها كلام ده وهمي وجمعيه عموميه غير قانونيه، والناس كانت بتستشيره وانه قال لهم الكلام ده. ايه اللي عمله مجلس اداره النادي الاهلي
برئاسة الكابتن محمود الخطيب يختلف عن رأي اللي عمله أو اللي قاله مرتضى منصور. بدأ الأهلي في إجراءات سليمة ضد وضعية وصفها هو من الناحية القانونية أنها وهمية. هل كان مطلوب من الأهلي يفضل يدافع قانونا ده موقف عن الجمعية الوهمية اللي هو وصفها؟ درجة معكوس. إيه؟ يعني هي دلوقتي وأكيد النسبة فين بالظبط؟ النادي الأهلي مشي بشكل قانوني، النادي الأهلي احترم صحيح القانون، النادي الأهلي انحاز للصح حسب القانون وعمل لائحته وعرضها على الجهات المسؤولة حسب ما بيقول هذا القانون. إنما الناس اللي كانت رأيها من سنة فاتت إنه الجمعية وهمية وإنه المهندس محمود طاهر الناس اللي ما بتفهمش في القانون زي ما قال مرتضى منصور ورطوه في كده، يرجع الكلام دلوقتي إنه مجلس إدارة الأهلي أوقف هذه الدعوة وأوقف المطالبة بحقوقه اللي كانت سليمة وضيع حقوق النادي اللي كانت سليمة. يعني سليمة كانت وهمية، وهمية رجعت تبقى سليمة زي ما كان ده إتزار رجعت الفار والفار رجع يبقى ده إتزار. كل حاجة في التبديلات دي مهم ممكنة جدا مدام الأمر يتعلق بالنادي الأهلي. لكن هو الكابتن مدحت شلبي كان سأل قبل كده هو مين السلطة المسؤولة دلوقتي عشان تعرفه. هو كابتن مدحت اتكى قوي مين السلطة المسؤولة. هو قبل كده سأل الدكتور أشرف صبحي، سأل الدكتور أشرف صبحي مين مسؤول عن الرياضة دلوقتي، المفروض اللوائح تروح لمين. الكلام ده الغريب جدا انه الوزير الدكتور أشرف صبحي جاوب عنه لكابتن مدحت شلبي قبل كده في مداخلة معاه بدل المرة أربع مرات، وهو يقول له اللجنة الأولمبية اللجنة الأولمبية اللجنة الأولمبية. ممكن نفكركم زميلنا سمير عكاشة فيديو نشوف الكابتن مدحت وهو بيستوثق من الدكتور أشرف صبحي قبل كده عن مين الجهة المسؤولة عشان نشوف هو أكيد النسبة فين بالظبط. نشوف جمعية الجمعية العمومية لنادي الزمالك هل تم اعتمادها أم لم يتم؟ أكيد ده يعني تم، وأكيد يبقى يعني في أكثر من رأي. الرأي يبقى في الآخر هو الجزء القانوني اللي هو تخصصات ما بين اللجنة الأولمبية وما بين بقى. أنا ما خدش كده رد، يعني الجمعية العمومية تم اعتمادها؟ لا تعتمد ازاي؟ هو لازم هيبقى في ما بين اللجنة الأولمبية، لأن هي القانون بيديها هذا الحق. هي وجهات نظر يعني، اللجنة الأولمبية هي طبقا للقانون وطبقا للوائح هي ليها هذا الدور، ولأن قانون الرياضة طلع قانون الرياضة بيدي الحق الأصيل للجنة الأولمبية في حاجات كبيرة جدا، ومنها اعتماد الجمعيات العمومية. طبعا القانون الرياضة بيدي استقلالية في تصرفات الجامعات العموميه بالنسبه للانديه او الاتحادات. كويس. والقانون الرياضي او قانون الرياضه الجديد بيدي اللجنه او اعطى اللجنه الاولمبيه بعض الصلاحيات اللي موجوده الخاصه بالجامعات العموميه واعتمادها، وهناك الكثير يعني. فبالتالي الادوار واضحه جدا. بدل المرة أربع خمس مرات الوزير الشباب والرياضة يقول للكابتن مدحت شلبي اللجنة الأولمبية صاحبة الحق الأصيل، اللجنة الأولمبية إداها هذا القانون هذه الاستقلالية، اللجنة الأولمبية هي المسؤولة عن اعتماد اللوائح، اللجنة الأولمبية هي المسؤولة عن اعتماد اجتماعات الجمعية العمومية. الكلام كان واضح جدا. ليه سليمة بعد كده رجعت تبقى وهمية ووهمية بقت سليمة؟ عموما مجلس إدارة النادي الأهلي انتهى منذ قليل لمناقشة مشروع لائحة النظام الأساسي للعرض على الجمعية العمومية. معنا من النادي الأهلي كيوان موفد قناة الأهلي، ومعاه الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الإعلامي. مرحب بيك. طبعا مرحب بأساتذتي المهندس عادل القيعي والأستاذ إبراهيم منيسي وكل مشاهدي مالك وكتابة ومشاهدي شاشة النادي الأهلي في كل مكان. بالفعل انتهى اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد من الساعة 5، يمكن خمس ساعات من الحوار ومن الكلام ومن المناقشة. يمكن معالي الأستاذ شريف دكتور شريف يعني أكيد هتطلع لنا بقى على كل ما دار وكل القصص بقى اللي شفناها النهاردة. شايفك مجهد، اليوم كان طويل.
أنا بشكرك يا أحمد، شكرا جزيلا وأهلا بك في معقل النادي الأهلي في الجزيرة. الحقيقة أنه كل أبناء الأهلي الآن في حالة إجهاد وفي حالة سباق مع الزمن للانتهاء من لائحة النظام الأساسي دستور النادي الأهلي الذي يصنع بأيدي أبنائه. زي ما حضرتك تفضلت، أولا خليني أوجه التحية زي ما أنت قلت لأساتذتنا وأخواتنا الكبار المهندس عادل القيعي والأستاذ إبراهيم المنيسي وبرنامجهم المحترم ومشاهدي القناة، خاصة أن في تألق في البرنامج في الحلقات الأخيرة وحالة رضا كبيرة من جمهور ومشاهدي القناة، ودايما صوت للنادي الأهلي صوت كبير ومسموع. معاك بدون تسخين أطلعنا على كل التفاصيل. الحقيقة النهاردة الاجتماع كان مخصص بالأساس لمراجعة واعتماد ما تم تعديله من مواد وبنود خاصة بلائحة النظام الأساسي. أنت تعلم أنه تم فتح حوار مجتمع كبير ساهم فيه كل أبناء ورموز النادي الأهلي وعائلة النادي الأهلي، وتلقينا ما يزيد عن 3000 مقترح. اللجنة المركزية للائحة تلقت 3000 مقترح تم دراستهم بعناية، وما كان عليه توافق بشأن تعديل بنود ومواد في اللائحة تم تعديله. كمان النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود خطيب قام بزيارة إلى اللجنة الأولمبية، ثم استقبل وفد اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب للتأكيد على أنه مواد وبنود اللائحة تتسق مع الميثاق الأولمبي. لجنة الصياغة من 48 ساعة الحقيقة بتشتغل دون توقف، يعني حضرتك شفت الناس خرجت من غرفة مجلس الإدارة توجهت إلى غرفة يعني من قاعة صالح سليم إلى قاعة فكري أباظة للاستكمال ربما إلى الصباح إن شاء الله من أجل استكمال صياغة اللائحة في شكلها الأساسي، لتنتهي يوم الخميس صباحا تعتمد في مجلس الإدارة اللي جلسته مفتوحة وتستكمل يوم الخميس للانتهاء من هذه اللائحة، عشان يكون عندنا إن شاء الله يوم الجمعة الصورة النهائية لمشروع لائحة النادي الأهلي للنظام الأساسي. وأحب أطمنك وأطمن الحقيقة أعضاء النادي الأهلي وكل محبي النادي الأهلي وعائلة النادي الأهلي إنه في النهاية وبعد هذا الجهد المشترك وهذا العمل الدؤوب سيكون لدينا لائحة نظام أساسي يشار لها بالبنان، وفي تقدير إنه كثير من الأندية ستحذو حذو النادي الأهلي في طريقة إعداد اللائحة وما تضمنته من بنود ومن مكاسب ومن تعظيم لدور الجمعية العمومية. الحقيقة أنه اللائحة بتؤكد وبتعظم من دور الجمعية العمومية السلطة المؤسسة وصاحبة القول الفصل في أمور النادي الأهلي، وعلى الرغم من ذلك النادي تلقى مقترحات كثيرة من أبنائه في الاقتصاد الدكتور فاروق العقدة والأستاذ محمد نجيب وياسين منصور مع حفظ الألقاب ومجموعتهم، في مجال الفن والفكر والأدب والأستاذ نبيل حلفاوي وعدد آخر في مجال الرياضة. الحقيقة حتى بعض أبناء الأهلي اللي بيتفقوا أو يختلفوا مع سياسة مجلس الإدارة كانوا حريصين على المشاركة وتقديم المقترحات وكانوا في منتهى السعادة وأشادوا إشادة بالغة بما تم التوافق عليه. خلينا أطمنك أن النادي الأهلي عنده مشروع لائحة نظام أساسي ولا أروع. بعد الانتهاء من الصياغة سيكون هناك 2 من مصححي اللغة العربية للتدقيق اللغوي، في طبعا نخبة من قامات القانون في مصر بتقوم الآن على الصياغة مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى التصحيح اللغوي والتدقيق اللي هيبدأ أيضا في غضون ساعات لننتهي من هذه اللائحة. تم تعديل 31 مادة زي ما قلت حضرتك أو تم اعتماد تعديل 31 مادة. الآن بقى عملية التبويب والتصنيف والتأكيد على هوية النادي ووضعه ومقراته والعضوية وكل ما يتعلق الحقيقة بدولاب العمل في النادي الأهلي وبالدستور الذي يحكمه وباللائحة التي تحكمه طبقا للدستور وقانون الرياضة الجديد والميثاق الأولمبي، إن شاء الله أعضاء النادي الأهلي ومصر كلها ستجد عندها مشروع للائحة النظام الأساسي سوف يكون بين يعني يدينا الأسبوع المقبل بإذن الله، وسيعلن للأعضاء في المقر النادي المختلفة قبل الانتخابات بثمان أيام علشان يقدروا يقروه ويطمئنوا إلى أنه فعلا هم أسهموا بشكل كبير في إعداد هذه اللائحة، وبالتالي أصبحوا مطالبين الآن بالتوجه صوب معقل الجزيرة النادي الأهلي في الجزيرة للتصويت على هذه اللائحة يوم 28 سبتمبر إن شاء الله، والتأكيد على أنه أبناء الأهلي كلهم على قلب رجل واحد، وأن عائلة الأهلي عندما يتعلق الأمر بمستقبل النادي الأهلي فهم يعني أحرص الناس على المشاركة في عملية التصويت واعتماد اللائحة، لأنه النادي الأهلي نادي كبير وأعضاؤه دائما كانوا عند حسن الظن بيهم، والحقيقة أنه كل عضو كان متخوف من حاجة وبما يتسق مع القانون ستبدد كل مخاوفه في مشروع اللائحة اللي بيتم صياغته النهائية. خليني أقول لك أنه تاني قرار لمجلس الإدارة النهاردة بعد اعتماد
كل هذه التعديلات وصياغتها. تم تكليف طبعا الوزير العمري فاروق العمري نائب رئيس النادي ورئيس المكتب التنفيذي برئاسة بعثة النادي الأهلي إلى غينيا كوناكري لتغادر يعني في ساعة مبكرة من صباح غدا إن شاء الله لمباراة النهائي ربع النهائي مع نادي هورية الحقيقة، ويعني كل الأمنيات الطيبة لفريقنا الأول أن يعود منتصرا ومحققا فوز يعني يساعده على مباراة الإياب أن يؤديها بأريحية. مجلس إدارة النادي الأهلي لم يبخل على الفريق الأول لكرة القدم بكل الإمكانات المتاحة من أجل توفير المناخ المناسب لهذه المباراة. طائرة خاصة كلفت النادي مبالغ طائلة، يعني شيف أو طباخ خاص، كل المواد المتعلقة بالتغذية، نائب رئيس النادي على رأس البعثة، فإن شاء الله يرجعوا لنا منصورين بإذن الله ومحققين نتيجة طيبة. اتساقا مع نفس الموضوع وفلسفة إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب في إعداد كوادر يعني الحقيقة ومسؤولين من جيل الشباب يتبوأوا الحقيقة يعني الصفوف الأمامية ويتحملوا مسؤولية قيادة النادي الأهلي في السنوات المقبلة، تمت الموافقة على سفر ثلاثة الحقيقة من خيرة أبناء النادي الأهلي اللي مسؤولين عن قطاعات مهمة فيه، وهم كابتن حسام غالي منسق كرة القدم لجنة كرة القدم، كابتن محمد فضل مدير إدارة التعاقدات، والكابتن أمير توفيق حارس المرمى ومدير التسويق. مجلس إدارة وافق على سفرهم جميعا إلى إسبانيا لحضور مؤتمر دولي مهم جدا من المؤتمرات المهمة خاص بصناعة كرة القدم، وهيحاضر فيه نخبة كبيرة من صناع كرة القدم والاستثمار والرياضة في العالم. تتعلم يا أحمد أنه أصبحت صناعة كرة القدم هي استثمار أو هي صناعة كبيرة، وبالتالي هي علم مهم وله يعني رجاله وله محترفوه وله خبراؤه اللي بيسهموا إسهامات كبيرة جدا. المفترض أنه المجموعة دي هتطلع على أحدث ما وصلت إليه صناعة كرة القدم واختيار أو تطبيق ما يناسبها في النادي الأهلي، ما يناسب النادي الأهلي خاصة في أمور تطوير علامته التجارية والرياضية. فالكلام ده إن شاء الله يعني 24 و25 الشهر الحالي بنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله والعودة مسلحين بكثير من الخبرات اللي تفيد النادي الأهلي في المستقبل. يعني دي كانت أبرز الحقيقة الأمور المتعلقة سواء باعتماد بنود اللائحة أو نشاط كرة القدم. في حاجات كتير طبعا، اعتماد بيع اللاعب الجنوب أفريقي باكا مهلامي، كمان في مجموعة قرارات خاصة بالنشاط الرياضي في عجالة حتى لا أطيل وناخد من وقت ملك وكتابة، الموافقة على إقامة معسكر إعداد للفريق الأول لكرة اليد سيدات بقيادة المدير الفني ياسر صلاح بالإسماعيلية في الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر طبعا السنة دي 2018 استعدادا للبطولة العربية المقرر إقامتها في اسكندرية خلال الفترة من 15 إلى 25 أكتوبر. ايضا في اطار النشاط الرياضي تمت الموافقه على اعاره اللاعبه انجي عادل لاعبه الفريق الاول سيدات سله الى هليوبلس موسم الحالي 2018-2019. اخيرا بدء نشاط في النادي الاهلي بالجزيره في المقر لذوي الاحتياجات الخاصه في العاب مختلفه زي السباحه زي الكاراتيه زي غيرها، والحقيقه النادي الاهلي كان سباق في الاستفاده من ذوي القدرات الخاصه واصحاب التحدي واصحاب الهمم في مدينه نصر وفي الشيخ زايد، والمجلس ارتأى انه يبدا نفس النشاط في الجزيره تلبيه كمان لرغبات الاولياء الامور والاعضاء، وده اتساقا مع برنامج عائلة الأهلي اللي طرحه الكابتن محمود الخطيب واللي كان من ضمن أحلامه وطموحاته الاستفادة من ذوي القدرات الخاصة وتوفير المناخ المناسب لهم لممارسة الرياضة. يعني الجلسة مفتوحة تستكمل يوم الخميس إن شاء الله لاعتماد اللائحة في صورتها النهائية اللي هتكون حاجة عظيمة وتجعل كل أهلاوي يفتخر الحياة بأنه ينتمي إلى هذا النادي العريق قبل أن تطرح للسادة الأعضاء للقراءة الأخيرة والتصويت عليها إن شاء الله. أنا بشكرك. شكرا يعني. شكرا دكتور. يعني دكتور شريف فؤاد المتحدث باسم النادي الأهلي ومجلس الإدارة، يمكن أطلعنا على كل التفاصيل الخاصة والتي النهاردة أجريت في منذ الساعة 5 عصر اليوم إلى أن انتهى اليوم. إليك الكلمة الزميل العزيز. يعني عاوز أقول أساتذتي، أنا أشبه هل العجيز فعلا، ولكن أكيد اللقب ده هيبقى من خلالك هكون سعيد بيه. بشكرك أستاذ إبراهيم منيسي. شكرا زميلنا احمد كوان. الحقيقه اللي قال تشبيه هاني العجيز المهندس عادل احمد، لكن اعتقد يا باشمهندس كده مجلس الاداره
حط المشروع على المحك. خلاصة ما قاله الإجهاد فعلا باين عليه قوي. أول مرة أشوف شريف كده. الحقيقة أن أنا ليه ابتديت حديثي أسبوع من الأشغال الشاقة الممتعة؟ لأن ما يحدث في النادي الأهلي هو أشغال شاقة بس ممتعة. فعلا أسبوع من العمل المضن، مش أسبوع ده، احنا أكتر من أسبوع دلوقتي، أسبوعين يمكن، على هذا التواصل وهذا التلاحم. لما تشوف المجهودات التي بذلها مجلس الإدارة، تحركات الكابتن الخطيب بمجلسه في المقر الأندية الثلاث، ثم توجه اللجنة الأولمبية، ثم استقباله للجنة الأولمبية، ثم مجلس إدارة على مدى 5 ساعات بيناقش 31 مادة تم تعديلهم وتم إقرارهم، خرجوا على لجنة الصياغة. إذن مرحلة الأفكار ذهبت لتترجم إلى مواد تصاغ صياغة قانونية، عشان برضو مبيبقاش فيها، لأن كان فيها طبعا الصياغة في المسودة كانت صياغة متعجلة، فما كانش فيها بعض الألفاظ وكان فيها بعض التكرارات. لكن النهاردة لما تشوف الهيكل بتاع اللائحة أو مشروع اللائحة، حتى الآن هو مش لائحة، تجده أنه تضمن في المقدمة القيم والمبادئ والأهداف كلها بتلخص تاريخ النادي الأهلي، وذلك الاتساق من أول جلسة لحد اليوم. إزاي المجالس المتلاحقة والصياغات المتلاحقة واللوائح المتلاحقة للنظام الأساسي ماشي في نفس المنهجية. ثم أيضا السياق التاريخي، هو النادي الأهلي كان بيمهد لإيه؟ كانت محاولاته في ظل هيمنة الدولة على الرياضة كان كلها إرهاصات ومحاولات، إن إزاي يفضل يعظم في دور الجمعية العمومية من خلال مجموعة من مشاريع النظام الأساسي التي لم ترى النور في 2013، يعني نهاية ب 2013. النهاردة النادي الأهلي يجني ثمار هذا الجهد اللي هو كان ماشي باحترام، وكان ماشي بشيء قانوني، وكان ماشي بشيء من احترام الدولة أيضا، ولكن بيدق إلى النقوص إن آن الأوان استقلالية الرياضة، إلا أن تحقق هذا. وما أن تحقق هذا يدفع النادي الأهلي الثمن الآن، إن البعض مش هاين عليه الكلام الحلو اللي بيتكتب والشكل الشيك الوقور العظيم الموضوعي اللي بيتم، واللي فيه تبادل احترام الكيانات مع بعضها، ليخرج علينا بألفاظ الحقيقة لا تليق. وهي يمكن كل واحد يقول لك، كان زمان يقول لك الشتيمة تلف تلف ومش عارف ايه، لكن والله في حاجات بليغة جدا في امثالنا الشعبية. احنا النادي الاهلي ما بيكيدش حد، مش في دماغه انه ينشغل باحد، النادي الاهلي عايز يشتغل، وعلى فكرة مش مستني من الاخرين حتى يشيدوا بيه، هو بيعتبر ان هذه مسؤولياته، هو مش بيعمل عمل عشان الناس تشيد به، هو بيعمل عمل عشان يكون عمل مثمر وناجح ويفيد مجتمعه. اللي عايز يتأسى به يتأسى به، اللي عايز يعمل حاجه تخصه، واللي عايز يتحصر منه يتحصر. انما ايه اللي يضايق، ايه اللي يضايق في ان انا اعمل كده؟ مفيش حاجه تضايق خالص ان انا اعمل كده، لدرجة انك تتناقض مع نفسك. يعني الكويس قوي المجهود اللي مبذول من الاعداد تحت اشرافك طبعا، انك تجيب لنا الكلام اللي كان بيتقال من سنة، ان موقف النادي الاهلي ولائحة المهندس محمود طاهر كانت لا تتفق مع القانون، وهمية ووهمية، وان هو يعني ما تسيب القانون لاهله، وانك انت مهندس وانا قانوني، انا مش هفهم في الهندسه وانت مش هتفهم في القانون، وان اللائحه دي غير قانونيه. وبعدين يبتدي يتساءلوا هو مصير القضيه اللي مرفوعه ايه؟ طالما انها قضيه وهميه ليس من اللائق ان يستمر النادي الاهلي في قضيه وهميه. جاء هذا المجلس قال ما فيش داعي للخلاف، ما احنا كده كده هنعمل لائحتنا، يبقى مختلفين على ايه؟ فادي وهذا شان داخلي في النادي الاهلي برضه. بالظبط. يعني النادي الاهلي راى الان ان طالما ان انا هتقدم بلائحه جديده، ايه معنى الخلاف بقى؟ نتوقف ونحترم بعضنا، نبدا من منطلق من
احنا. وعلى فكرة هذا يعني تصحيح لأوضاع الرياضة. أوضاع الرياضة كان يقول لك إن اللجنة الأولمبية لازم تشرف على وخصوصا ما يتعلق بقطاع البطولة. ما هي كل البعثات وكل الاتحادات الأولمبية ما هي دي الرياضة، هي دي تكريس الرياضة. الأندية تبدأ من الأندية تروح للاتحادات والاتحادات على اللجنة الأولمبية. ما يحدث الآن هو هذه النهاية. نتغاضى عن بعض الألفاظ حرصا بقى على المجتمع. يا جماعة مجتمعنا مش محتاج كل هذا التوتر ولا محتاجين كل هذا الخلاف. كل واحد في شأنه، كل واحد يشتغل شغله، كل واحد مش ما يعنيهوش الآخر. يعني ما يحدث في أي نادي آخر خاصة في نادي الزمالك مش قضيتنا. قضيتنا لو تعرضت، لو مستنا، لو جت ناحيتنا نبقى نتكلم فيها، وهنتكلم فيها بموضوعية برضو. لا هنتهم أحد ولا لينا أن نتهم أحد. نرجو من كل الناس، كل واحد ينشغل بنفسه، والله العظيم هينتج وهيفيد المجتمع بتاعه. وكفاية بقى يعني صدمات وتراشقات. الرياضة لم تجعل من أجل هذا. الميثاق الأولمبي عايز التآخي واحترام والسلوك الرياضي ودعم الشخصية الرياضية، أن تنتصر على نفسك وليس على المنافس. مجلس الإدارة اعتمد مشروع اللائحة في شكله النهائي بعد كل هذه ورش العمل المتنوعة اللي الحقيقة راحت لكل جانب في تخصصه، وده شيء تاريخي هيذكر لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، أنه يكون معني بهذا التنوع في ورش العمل، بحيث أنه كل فئة من فئات العضوية تناقش المواد اللي تخصها. كان لنا شرف حضور ورشة عمل للصحفيين والإعلاميين خصوصا من أعضاء النادي يوم الجمعة. يمكن ده جانب من بدايتها شرفنا المهندس عادل القيعي بإدارة هذا الحوار. صحيح كان ديكتاتور في المناقشات قوي، بس لولا ديكتاتوريته ما كناش خلصنا، لأنه حضر عدد من الزملاء الأفاضل الكبار. حضر الأستاذ حامد عز الدين، والأستاذ شوقي حامد، والأستاذ أحمد السعيد، والأستاذ علاء عزت، الأستاذ إبراهيم المنيسي، وحضر الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، الأستاذ محمد عبد الحافظ رئيس تحرير آخر ساعة، الأستاذ أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور، أستاذ محمد سيف، أستاذ محمد سيف مدير تحرير الأهرام الرياضي، الأستاذ جمال هليل مدير تحرير الجمهورية، الأستاذ أيمن بدرة رئيس تحرير أخبار الرياضة، والأستاذة ياسمين عبد العزيز مدير تحرير المصري اليوم. يعني كل الجرايد كانت ممثلة. وحضر جانبا الأستاذ محمد العدل عشان يربطنا بالمثقفين والفنانين، عمل الأستاذ عصام شلتوت مدير تحرير اليوم السابع، وحضر الدكتور محمد العدل، وحضر أيضا من رجال القانون الأفاضل المستشار أسامة أنديل في رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار طارق البحيري عضو هيئة المفاوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والمستشار أحمد رشدي. ومناقشاتهم الحقيقة كانت مثمرة جدا. بس عشان ما ننساش لأنه غادرنا في قبل ما تنتهي الدكتور محمد العدل، كان يشعر بوعكة صحية. من هنا بنقول له سلامتك ألف سلامة، بنطمن عليه. ومحمد العدل يعني نموذج للأهلاء، بذل مجهود كبير في الورش، بذل مجهود كبير جدا، وحس بأنه هو بدوخة شديدة وهبوط. نرجو أن يكون بإذن الله يعني تجاوز هذا الأمر، وبنطمن عليه، بنقوله من على الهوى سلامتك، آسف على المقاطعة. فكانت ورشة متخصصة رائعة جدا في كل اللي طرحته. علشان كده زي ما بقول لحضراتكم، ده في الشق الإعلامي والشق الصحفي فيما يتعلق بالصياغة وضبط الصياغة وبعض الأمور الإعلامية حتى اللي أثرها الأستاذ حامد عز الدين ما يختص بإعلام النادي الأهلي وقت الانتخابات. وكيف يمكن رغم أنه الثابت في العرف الأهلاوي الحقيقة، حتى الزملاء الحضور أشاروا يعني أنه اللي بيحصل في إعلام النادي الأهلي بالذات من المجلة، لأن هي كانت بوصفها كابتن الإعلام الأهلاوي وهي الوسيط الإعلامي الأقدم في النادي، أرست هذا المبدأ أنه بمجرد فتح باب الترشيح تقول ملكية المجلة وإدارتها وولايتها إلى الجمعية العمومية بره مجلس الإدارة. ولايتها مش ملكيتها، ولايتها ولايتها
تنتقل الولاية بالنسبة لها إلى الجمعية العمومية وتنفصل عن مجلس الإدارة عشان تكون على مسافة واحدة بين كل المرشحين. صارت القناة وصارت المركز الإعلامي على كل هذه. فاكر إحنا كنا بنقول إيه؟ آه. وأذكر الناس بالكلام اللي أنت كنت بتعمله برضو، لأن تصور هذا الكلام بقى اللي إحنا كنا بنعمله إعلاميا في مجلة الأهلي ووسائلنا الإعلامية المختلفة، إن ده يكون فيه حرص إنه يتحط جوه لائحة النادي الأهلي ودستور العمل فيه عشان الأجيال القادمة كله أيوة. يمشي عليه بقى بالإجبار بقى. أيوه. إنك أنت لما كنت تيجي تقول إيه؟ نقف على مسافة واحدة، يعني إيه؟ يعني صفحة الدوبل. لو كان المرشح الحالي اللي هو رئيس النادي الحالي بيتحط مثلا على اليمين، يبقى على الشمال المنافس بتاعه بنفس المساحة، حجم الصورة، حجم البنط، حجم عدد سطور العنوان، حتى السطور العناوين. كابتن عبد المجيد نعمان الله يرحمه كان بيقعد يعدهم لي بالكلمة بالكلمة، يعني ويجيب علي بيه حسن هن سكرتير التحرير رحمة الله على الجميع يخليه يقيس بالمسطرة حجم الصورة. صالح سليم خد صورة قد ايه، يبقى كابتن الوحش او يبقى حسن مصطفى او يبقى اي مرشح، كله في نفس المكان بنفسه. هذا الحرص اتصاغ وهيتحط فيه لائحة النادي الاهلي، يعني عشان برضو الناس تفهم يعني ايه ان كل فئة تهتم بان هي تنظم شؤونها. الاستاذ محمد سيف الرائع اللي كتب كلمة هائلة، هو الاهلي بيعمل كده ليه؟ ويقول ان انا جالي كتيب انيق بكفرنج ليتر او خطاب من الكابتن محمود الخطيب بيقول يشرفنا ان تدلو بدلوك، وقال ان كل الاعلاميين جالهم هذا الكتاب وهذا الكتيب. استاذ جمال الزناتي مدير تحرير اخبار اليوم جاي، شفت رغم ظروفه الصحيه جاي، وجاي بحماس، جاي بحماس شديد الحقيقه طيب. وبعدين يقول لك لانه الاهلي، شوف كلمه بقى، هو بيعمل كده ليه؟ لانه الاهلي. ومحمد سيف يعني هويته زملكاويه ما بتخليهوش يفقد موضوعيته، اللي هو ولا عماد حسين، ولا عماد حسين برضه اللي كان برضه بيتناقش بمنتهى الموضوعيه لصالح اللائحه. كلهم كانوا حتى الاستاذ محمد سيف واحنا كنا بنقول نمسكها ماده، قال لا طيب. عايزين نمسك المواد المقترحه بس. طيب عموما معنا على الهاتف الاستاذ محمد الجرحي، عضو مجلس اداره النادي وعضو اللجنه المركزيه ايضا التي بذلت جهدا كبيرا في اقرار هذه اللائحه. استاذ محمد اهلا بيك. اهلا بيك، مساء الخير استاذ ابراهيم، مساء الخير كابتن عادل. تحياتي وتحياتي. ازيك؟ تحياتي لحضرتك. والله يعني سعيد بادائكم تماما شباب ونعمه. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يخليك. ما عادش شباب هيطلعوا من اللائحه دي عواجيز. بالمجهود اللي اتبذل لا ده في كل حاجه، يعني تنظيم بطولات، تنظيم لوائح، خرجوا مخضرمين ما شاء الله، كل واحد فيهم يقدر يدير نادي دلوقتي. صحيح يعني. صحيح. ربنا يكرمك يا رب. استاذ محمد قول لي ايه اللي حصل النهارده في الاجتماع، وهل تم اعتماد ان مشروع اللائحه في النموذج النهائي ولا لسه في لمسات ثانيه؟ بص اقول لحضرتك على حاجه، احنا امبارح كان الاجتماع الاخير، فضلنا قاعدين لحد الساعه 9 بالليل مع اعضاء اللجنه الاولمبيه بنراجع ماده، وبعدين النهارده كان عندنا اجتماع من الساعه 11. يمكن احنا حتى ما دخلناش اعضاء اللجنه المركزيه، ما دخلوش اجتماع مجلس الاداره، دخلنا بس ربع ساعه نعتمد المواد. كنت انا والاستاذ العمري والاستاذ ابراهيم القفراوي والاستاذ طارق انديل، ومعانا المستشار اسامه انديل ومستشار علاء انديل والمستشار محمود فهمي واستاذ محمد فتحي، وفضلنا قاعدين بنراجع ماده علشان خاطر الملاحظات الاخيره ندخلها مجلس الاداره. يمكن احنا دخلنا 31 ماده للتعديل، سواء بالحذف او التعديل، حتى المواد اللي فيها حاجات بسيطه، احنا دخلنا 31 ماده وخلاص المجلس اعتمدها، واحنا بعديها كملنا لحد ان شاء الله بكره كمان احنا مكملين لحد ما نوصل الصياغه النهائيه، وبعد كده هيبقى في يعني تدقيق لغوي بقى ومراجعه اخيره علشان خاطر مجلس الاداره على يوم الخميس اللي جاي يعتمد النسخه الاخيره اللي هي هتطبع. لفت نظري حديثك دلوقتي يا باشمهندس انكم اجتمعتوا ناقشتوا ماده مع اللجنه الاولمبيه عشان تشوفوا مدى اتساقها مع القانون. هل كان في مواد اولا كم ماده اضطرتوا يعني القانون لم يقرها واضطريتوا انكم تعدلوها؟ لا احنا اتفقنا مع اللجنه الاولمبيه في معظم المواد، ويعني هم في حاجات ما بيخشوش فيها، هم في حاجات بس بيقول لك انا شايف ان هي تبقى كذا، يعني احنا كان في كنا عايزين كوتا للمراه، هم قال لك لا بلاش.
كنا حاطين. لا ما هو لا بلاش مش عشان التمييز يعني عشان القانون يعني. تمييز. يعني اذا هذا لا يتفق مع القانون. لا يتفق. قال لك لا يتفق. قال لك التمييز. ده اللي انا عايز اقوله. ايه تاني لا يتفق؟ مثلا قال لك سن ال 40 سنه حد ادنى الرئيس وحد اقصى 70 سنه. قال لك ما تحطهاش ما تقيدهاش ما تقيدهاش بعمر. اتكلمنا بقى في المقر الرئيسي، المقر الفرعي، مدينة نصر، الشيخ زايد، اتكلمنا في التفاصيل. طب حق الادلاء بالصوت كان رأي اللجنة الأولمبية فيه ايه؟ هو مش رأي القانون. قال لك العضو العامل الاستاذ كامل الاشتراكات اللي هي دي بتنطبق على اعضاء الجزيرة واعضاء مدينة نصر. لا وجزء كبير من اعضاء الفئات اللي وفقت اوضاعها. لا اللي هم 2000 اللي هم قرب ال 3000 عضو اللي وصاوا اوضاعهم اللي هم استكملوا العضويه في من عضو فرع لعضو عام. طيب السؤال الثاني، لو بعض الاعضاء حبوا ان هم يكملوا مسموح لهم يكملوا لحد يوم الانتخاب ولا ايه؟ اي وقت؟ لا لازم عشان يصوت لازم يعدي عليه سنه، يعني في جزء من اللي استكمل مش هيصوت لان مش هيعدي عليه سنه، لازم يعدي عليه سنه. حتى في التصويت لازم يعدي عليه سنه مش الترشح. وده قانون ولا لا هو قانون لازم قانون يعني. بس انا ليه بقى حريص ان اتوقف امام هذا الامر ان الناس ما تفتكرش ان دي وجهه نظر النادي الاهلي. اللي ما قدرش يعمله النادي الاهلي هذا صحيح القانون اللي لا يستطيع النادي الاهلي ان يعرفه. في اجتماعنا يا كابتن مع الساده اعضاء النادي في فرع الشيخ زايد كان هم ليهم طلب ان هم مدلنا الثلاث سنين خليها اربعه، خلي التقسيط على اربع سنين علشان ناس اكثر تخش وتستكمل العضويه. ويمكن كابتن خطيب وعد والموضوع بيدرس دلوقتي وهو يعني بنسبه كبيره هيتم تنفيذه في دي في ايدكم. دي في ايدكم يعني لما تستجيبوا ده منطقي يعني. طبعا. وتيسيرا عليهم ودفعا ان ما يبقاش فكره المجلس. فكره المجلس الانتخابي يا استاذ محمد كان تم الاعتراض عليها قانونا مش كده؟ طبعا تم الغائها قانونا، رفضوها حتى اللجنه. والغيت فكره برضو التعيين اثنين للاضافه. الاداره شكله النهائي هيبقى 12 عضو، 3 مناصب، 7 فوق 35، 2 تحت 35. 3 فوق 35 تحت 35؟ 3 مناصب. رئيس ونائب وامين. تمام. 7 اعضاء فوق 35 و2 تحت 35. 2 فقط اللي تحت السن. 2 فقط تحت 35. والسن هو 35 بقى خلاص. ايه؟ سن الشباب 35 تحت 35. لان الثلاث رفعوا من 30 ل 35 التزاما بنص. والله لو 25 برضه هنلاقي نماذج رائعه زيكم برضه يا استاذ محمد. الحقيقه بسم الله ما شاء الله يعني ما خيبتوش رجاء الجمعيه العموميه فيكم ابدا. ربنا يكرم ونبقى دايما عند حسن ظن الجمال العمومي. مؤكد بقيتوا من الشباب المخضرم يعني كلكم الحقيقه. مش عايز اقول اسماء، انت واسراج ومهند وضماطي اللي هو تجاوز 35 بكام يوم اللي هرب منها في اخر لحظه. يعني كلكم الحقيقه وكلكم شلتوا مسؤوليات وكلكم نجحتوا نجاح مبهر فيها. ويا بختي يا بختكم بالاهلي وبخت الاهلي بيكم. ربنا يكرمك كابتن. احنا بس عايزين يعني تكمل في الاخر يعني موضوع اللائحه، ناس كثيره تشارك اكتر يوم الجمعيه وعايزين نحشد وعايزين النادي الاهلي. هو ده التحدي وعايزين الناس تنزل ويبقى يعني لا يليق بالنادي الاهلي ان هو يستمر اللائحه. هيكون في تيسيرات؟ طب بما انك انت عايزه تنزل هل هيبقى الشكل بالازدحام بتاع يوم الانتخابات ولا هتبقى لا؟ لا طبعا خالص. يعني احنا في اللجنه المركزيه طبعا العميد محمد مرجان اتحرك في الموضوع ده كمان بشكل قوي، ما بين بقى جرجراشات، ما بين تسهيلات جوه، ما بين الخيمه، الحركه حوالين النادي والحركه، كل الكلام ده يعني بيتراجع خطوه خطوه بحيث ان اللي يخش النادي من اول دخوله للخيمه ياخد عدد يعني عدد دقائق قليله. تاخد مني اقتراح ماشي برضو كده سريع؟ انا في اخر انتخابات ادرتها عملت لجان خاصة باللي فوق 60 وكانت ريحت ناس كتير جدا. ف يعني 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 قلت ان الجزء ده من الخيمة او الخيمة دي بتاعت كبار السن هتريح جدا.
خليني اقول لحضرتك على حاجه. يمكن احنا الجمعيه العموميه في النادي الاهلي تقسيمتها مختلفه، ان الكشوف كل 1000 وليها ترتيب. يمكن ما انا فاهم، بس الفرز ده ممكن برضو يعني انا عملتها يعني ادرسوها. ما هقول لحضرتك على حاجه، كل يعني كل الصناديق الاولى لكبار السن، لان هي ماشيه بالعمر بالتسلسل العضويه، كل الصناديق طيب يعني اتفرزت كده ماشي. ومعلش اقول معلومه، اول رقمين في العضويه دولت رقم اللجنه العضو. يعني مش محتاج يدور كمان، مش محتاج يدور. هو بص، اول رقمين او اول ثلاث ارقام في يمين الكرنيه. في يمين الكرنيه. 100 100 تمام يا استاذ محمد. استاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي، الحقيقه كله اذا كان لا كله بقى، بس انا يعني انا كنت ذكرت دول. لكن لما تسمع اي واحد في الباقي بيتكلم، طارق انديل ابراهيم الكفراوي، شفت ابراهيم الكفراوي ومحمد سراج في ادارتهم اللجنه ورشه الاعلاميين كانوا عاملين ازاي؟ كانوا ايه ده؟ يعني حافظين لوائح النادي كامله واوضاع النادي. حاجه جميله جميله جدا تطمنك. طبعا الكبار بقى المفروض الخالدين، خالد وخالد، خالد مرتجي وخالد الدرندلي والخبرات اللي عندهم، العمري فاروق بكل القدرات اللي لف فيها وبتاع، والقياده اللي سمحت لكل هؤلاء ان هم يتحركوا، راني علواني بكل مناصبها المتعدده. يعني ايه المجلس الجميل ده؟ يعني حاجه جميله جدا، نرجو لهم التوفيق. والحقيقه محمد مرجان كمان عامل مجهود طبعا، لانه برضو عنده شاب، خلي بالك كان في كلام ان يبقى مدير النادي شاب، ما اعرفش، نسيت اساله. يعني برضو هل اتوافق عليها ولا؟ بس هي برضو علشان حته المراه يا جماعه، لانه دي نقطه مهمه جدا. احنا هنا في البرنامج اشدنا كتير جدا بفكره المجلس الانتخابي، وانا قلت حرفيا لو لم يفعل هذا المجلس في هذه اللائحه غير مشروع المجلس الانتخابي لكفاه. وكانت الفكره قايمه على انه في السنه الاخيره مجلس الاداره بينتخب من خلال الجمعيه العموميه مجلس انتخابي يدير العمليه الانتخابيه كامله. للاسف ده تصادم مع صحيح القانون والميثاق الاولمبي أو قواعد اللجنة الأولمبية، فإن هي صاحبة الولاية على انعقاد الجمعيات العمومية والإشراف عليها. ومن ثم اللجنة الأولمبية اعترضت على فكرة المجلس الانتخاب وشافت إن ده غير قانوني، زي ما اعترضت على فكرة وجود اشتراط لعناصر عدد المرأة في مقاعد مجلس إدارة وشافت إن ده تمييز الميثاق الأولمبي بيرفضه. أكتر زي ما اعترضت على برضه في حتة التمييز العمري، إنه ما ينفعش يشترط إنه رئيس النادي لازم أن يكون فوق 40 سنة وتحت 70 سنة، وشافت انه تحديد فئات عمرية في هذا الشأن ايضا فيها تمييز ودي غير دستورية. كل هذه الامور ما كان للاهلي ان يستقر عليها ويقدم نموذج بيور، نموذج نقي للائحة متسقة دستوريا ومنطبقة مع الميثاق الاولمبي، ما كانش هيوصل للمرحلة السليمة قوي ديت الا بعد تواصل وتبادل وجهات النظر مع القانونيين في اللجنة الأولمبية. وإلا تعمل كل التعب اللي الناس تعبت فيه ده وتروح للجنة الأولمبية ترجع لك اللائحة، ما كانش هيبقى لا لائق لا بالنادي الأهلي ولا قيمة النادي الأهلي ولا بالقائمين على النادي الأهلي وأعضاء اللجنة القانونية، أن أنت تعمل مشروع قانون وتتعب فيه وتعتمده من الجمعية العمومية وترجعه لك اللجنة الأولمبية. خلي بالك أن في موضوع المجمع الانتخابي، لأن القانون نص هنا على إيه؟ هو برضو بيرفع ايد النادي قبلها ب 45 يوم. يعني بمجرد فتح باب للترشح النادي لا مجلس الاداره لا يدير ولا يستطيع ان يتخذ قرارات. فقط بيفوض مدير النادي بالاجراءات التنفيذيه ويدير النادي وعشان تسيير الاعمال. لكن القضاة الثلاثة الذين بيشكلوا اللجنة التي تشرف على العملية الانتخابية، وده الخطأ اللي وقع فيه الانتخابات اللي فاتت، وعلى أساسه كان في عوار شديد، إن تم استبدالهم من قبل الوزارة وقتها بثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية وفي غير التوقيت المناسب. يعني شال القضاة اللي كانوا متعينين وجاب ثلاثة من الأعضاء. وأنا قلت ساعتها كل واحد هيجيب أصحابه وكل واحد هيجيب ناسه، مع احترامنا لكل الناس اللي كانت موجودة، لكن لا ما ينفعش
وربما يكون القانون بصلها كده انك انت برضه لما هتجيب ما هو برضه مجلس اكنك جبت مجلس اداره منتخب جديد. يعني انت بتقول ينتخب المجلس الانتخابي هو يجوز القانون بصلها من هذه الزاويه انك برضه هتجيب مجلس انتخابي جديد بس ملوش الحق انه ترشح، عادي كل الفرق. فطب ما انا هجيب لك ثلاثه قضاه وهغل يد المجلس القائم عن الاداره خلال فتره انتخابيه وهو المطلوب. اهم حاجه ان كل ده يتنفذ بشفافيه وبوضوح والناس كلها تبقى متفق على الاجراءات، ما فيش حد قلقان منها. الاهلاويه يكتبون دستورهم وعليهم مسؤوليه الحضور يوم 28/9 ان شاء الله لاعتماده. نشوف وجهه نظر المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه بعد لقائه بمسؤول النادي الاهلي وبعد الاتفاق على مشروع اللائحه بالكامل. نشوف هشام حطب ونطلع منه الفاصل ثم نتواصل بعد الفاصل. طبعا انا شرف لي ان اجي نادي الاهلي، نادي العريق، النادي الكبير اللي هو احد الاهرامات الكبيره بتاعت الرياضه في مصر والسمعه على مستوى العرب وافريقيا والعالم. شرف لي ان ابقى موجود هنا، وشرف لي اللي هي ان انا اقدم كل الخدمات اللي طبقا للصلاحيات بتاعتنا وطبقا للواجبات اللي علينا. احنا شفنا طبعا اللائحه، احنا راجعناها مع بعض. اما الوفد بتاع النادي الاهلي كان موجود عندنا من كام يوم برئاسه الكابتن محمود الخطيب، وقلنا كل راينا فيه وبعتنا الحاجات دي في جدول مقارن امبارح، ايه الحاجات اللي هم كانوا طالبينها واحنا راينا فيها وليه الراي ده حطيناه، يعني التسبيب بتاع الراي بتاعنا. وطبعا هم كل الحاجات اللي احنا تواصلنا معاهم بيها كلها اتحلت، ما فيش عندنا اي مشاكل ولا اي خلاف. احنا وضحنا وجهه نظرنا والناس كده بكل صدر رحب قبلوا التوضيحات بتاعتنا، واحنا شفنا ارائهم وفي حاجات من كتير من الاراء اللي كانوا قايلينها سليمه برضه. فاحنا توصلنا كلنا لان كل الحاجات المعروضه انتهت وخلصت. طبعا يعني النادي الاهلي مثال للديمقراطيه ومبدا استقلاليه الرياضه اللي احنا كلنا بننادي بيه واللي اللجنه الاولمبيه بتنادي بيه. سالوا جميع الاتجاهات اللي بتاعت نادي الاهلي فين، جميع الافرع، جميع المقرات، ازاي طبعا مش عايز يعني استعمل المصطلحات المظبوطه عشان بتزعل ساعه ناس، وخدوا رايهم كلهم، خدوا راي الناس الكبيره والناس القديمه واللاعبين وكل حاجه. فدي ان شاء الله هتطلع لائحه متكامله لها راي الجميع موجود فيها، الراي القانوني موجود فيها، الميثاق الاولمبي والمعايير الدوليه طبقا للدستور في مادته 84 ملتزمه بيها. يعني هتطلع لائحه نموذجيه ان شاء الله كده تدرس. واحنا دايما في النادي الاهلي خدنا من النادي الاهلي دايما ازاي نتعلم اللي جاي ونتعلم اللي راح ونلتزم بالتقاليد المحترمه وكل حاجه. ربنا يديم كده اللي يديم المكان ده كده بالعلو ده ودايما يبقى احسن كده ونشوف منه الابطال في كل المجالات. والله لغايه النهارده هو في مقر واحد، لسه النقاشات دي شغاله، انما ده انا بتكلم على الحالي، يعني اللي موجود حالي. ان شاء الله ده اللي واضح. الجمعيه العموميه لها الحق في كل حاجه تقول اللي هي عايزاه، وتعتمد بما لا يتعارض لا مع القانون العام ولا مع قانون الرياضه ولا مع المواثيق والمعايير الدوليه ولا مع اللائحه الماليه الخاصه بالرياضه اللي هي طالعه من وزاره الشباب والرياضه. فاذا احنا التزمنا بالاربع اتجاهات دي ان شاء الله اللائحه هتطلع كامله متكامله وتخدم الرياضه وتخدم الجميع ما يبص لها ويحذو نفس الحذو ده. هنقدر نعمل لوائح كويسه جدا. وكان دايما بيتقال ان يا جماعه لسه حته النضوج اللي موجود عند الجمعيات العموميه عشان هي اللي تحكم نفسها واللي هي تطلع لوائح والكلام ده. فالمثال اللي احنا شفناه النهارده في النادي الاهلي كسر المقوله دي، ان لسه مصر مش من لسه الانديه مش ناضجه ولسه الجمعيات العموميه مش على المستوى اللي تقدر تاخد قرار تسير بيه اعمال النادي. اظن دي اللائحه دي احسن كتير من اللوائح اللي كانت موجوده اللي كانت طالعه من وزارات قبل كده ومن مجلس قومي للرياضه وغيره، لان هي عارفه اللائحه دي قد ايه الاحتياجات الموجوده في النادي، ايه طبع النادي، ايه المستقبل القريب والمستقبل البعيد اللي النادي بيخطط له، وبناء على كده يتعمل لائحه. وبعد مده ما تختلف في التطبيق تتعمل حاجه جديده، وده الاساس وروح الميثاق الاولمبي والمعايير الدوليه. حضرتك لغايه دلوقتي واحنا بنبتعد عن الموضوع ده لان احنا
بنطق اللائحه قبل قبل العرض على الجمعيه العموميه. فالوضع اللي حضرتك بتقول عليه ده مش هيحصل خالص، لان احنا قلنا كل الموجود عندنا، المجلس الاداره الواعي بتاع النادي الاهلي طرح الموضوع ده عشان يبقى كل حاجه جايه من بدري، كل حاجه تعدل قبل ما ترفض. وده الوعي بتاع الناس الاداره السليمه والاداره المحترفه في اللي كانت بصفه عامه او في الرياضه زي ما عملنا النادي الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. الاهلي بيتاهب للسفر الى غينيا ان شاء الله لمواجهه هوريا كوناكري الغيني في ذهاب دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا، البطوله المحببه والبطوله الحقيقه اللي بيسعى ليها فريق الاهلي بقوه وان شاء الله يحققها هذا الموسم. لكن مباراه العوده مبكرا بدات الاحاديث كثيره حول الملعب. مفترض الثابت والمسجل في الاتحاد الافريقي ان المباراه في برج العرب حسب ما هو معتاد من قبل، لكن الاهلي تلقى خطابا من الاتحاد الافريقي بيتحفظ فيه على ملعب برج العرب نظرا للعزوف الجماهيري، وهناك ازمه مثاره حاليا حول الملعب البديل. مجلس اداره النادي برئاسه الكابتن محمود الخطيب قرر اسناد رئاسة البعثة المسافرة غدا إلى كوناكري إلى الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي. البعثة هتتوجه الثلاثاء إلى كوناكري، والمباراة يوم الجمعة 14 سبتمبر إن شاء الله يا باشمهندس. ربنا يوصلهم بالسلامة. وبرضو لما البعثة بتاعت الترجي يرأسها الكابتن الخطيب، ثم البعثة بتاعت حورية يرأسها الأستاذ العمري فاروق نائب الرئيس، ادراكا منه بان الدور ده مهم جدا، والماتش ده هو مفتاح البطوله. الماتش ده مفتاح البطوله بالظبط، يعني انت تكسب ده هتلعب خلاص في السيمي فاينل، وباذن الله تكون بقى خدت روح البطوله باذن الله. والمصابين يكونوا رجعوا لك، وانتظر بقى ان شاء الله الفائز من الوداد وسطيف. فده دليل اهتمام شديد، واعتقد ان يعني طياره خاصه. الحرص كان واضح جدا زي ما قال الاستاذ شريف فؤاد من خلال مجلس الاداره، ان الحرص توفير جميع سبل الراحه. بقى من ضمن البعثه الرسميه دلوقتي في افريقيا الطباخ الشيف بالظبط، الحاج محمد الدالي بقى زبون دائم. كارتيرون المدير الفني الفرنسي اختار قائمه الاهلي المسافره غدا ان شاء الله الى كوناكري. القائمه ضمت محمد الشناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي وليد سليمان بعد التاكد من سلامته وشفائه، وهشام محمد وسعد سمير وحسام عاشور واحمد فتحي ومحمد نجيب وايمن اشرف واحمد حمدي ومحمد هاني ومؤمن زكريا واسلام محارب وليد ازارو وكريم ندفد وسليف كوليبالي وصلاح محسن وصبر رحيل وناصر ماهر واحمد حمودي واكرم توفيق وعلي معلول. يعني ما شاء الله القوة الضربة كلها جاهزة، والدكتور خالد محمود طبيب الفريق بيأكد على جاهزية مروان محسن طبعا وليد سليمان. كان وليد غاب. في هذا المران اللي حضراتكم بتشوفوا جانب منه والجانب البدني فيه، باتريس كارتيرون ركز على تدريب اللعيبة على الكرات العرضية لمواجهة خطورتها لدى الفريق الغيني، وحذر كارتيرون كتير من الفريق الغيني، وقال انه الناس لما اجريت القرعه الناس استخفت بالفريق الغيني، لكن هو شايف انه ده من اخطر الفرق في البطوله، وقال ان نتائج الفريق في الادوار السابقه تؤكد على قوه هذا المنافس. موقع في الجول قال ان الكاف بيرفض اقامه مباراه هوريا في برج العرب بسبب العزوف الجماهيري، وقال الموقع انه محمد مرجان المدير التنفيذي تلقى خطابا من الاتحاد الافريقي يرفض فيه اقامه مباريات الاهلي الافريقيه واولها امام هوريا الغيني في دور الثمانية على استاد برج العرب. العميد محمد مرجان قال في الجول ان الكاف ابلغنا وابلغ اتحاد الكرة بانه لا يمكن قبول لعب مباريات اخرى للاهلي في برج العرب في ظل العزوف الجماهيري، واضاف انه شهدت مباريات دور 16 نسب حضور لا تتواعد الاتحاد الافريقي حيث جاءت اقل من الحد الادنى
الذي يطلبه الكاف. وشدد: فوجئنا اليوم بخطاب من اتحاد الكرة يفيد بموافقة الأمن على لعب المباراة في برج العرب، ونحن أبلغناه في نفس الوقت بتمسكنا باللعب في استاد السلام وبالنسب الجماهيرية التي يوافق عليها الأمن ولا يعترض عليها الكاف. وأضاف المدير التنفيذي للأهلي: نحن متمسكون بهذا الاختيار، خاصة وأن نفس أزمة العزوف الجماهيري شهدتها مباراة مصر والنيجر أيضا يوم السبت. والكابتن محمد يوسف المدرب العام القائم بأعمال مدير الكرة قال أن الأهلي استقر بالفعل على اختيار ملعب السلام كبديل لاستضافة هذه المباراة، وكشف على أنه الاتحاد الأفريقي يتشدد كثيرا في هذه المرحلة المتقدمة من البطولة على نسب الحضور الجماهيرية لمراعاة شعبية هذه البطولة وشعبية الفرق المشاركة فيها، وأنه بيرى أنه نسبة الحضور الجماهيري يجب ألا تقل عن 75% من سعة الاستعدادات التي يعني تستقبل هذه المباريات. بدأنا بقى في إيه؟ بصراحة يعني مين يضمن في أي حتة في العالم الحضور الجمهوري الجماهير وعدده؟ يعني هيفتحوه مجانا؟ يعني إيه وحتى لو فتحته مجانا، يعني أنت تقول إن أنت تقول إيه السماح بحدود بحضور كذا، لكن إنك لازم يحضر كذا، دي اللي ما شفتهاش. مش عارف برضو فيها يعني نوع من ال هو يجب إن هو يطمئن إلى إنه الغياب مفيش عوائق تؤدي الى هذا العزوف. يعني الطبيعي زي ما انت بتقول، الطبيعي انه في استاد ساعته 100,000 متفرج المفروض يكون فيه 75,000 زي ما الكاف بيقول على الاقل. لكنه طب افرض فعلا استاد كبير وفريق ما عندوش شعبيه، تعمل له ايه؟ يعني لو فريق اللي متاهل فريق من فرق الشركات او الهيئات اللي ملهاش جمهور والملعب كبير، تعمل ايه؟ المباراه قانونيه؟ قانونيه، بس في الحالة ديت منسق الأمن للمباراة بيبحث في الأسباب اللي أدت إلى هذا العزوف. هل النواحي التنظيمية سليمة ولا لا؟ هل موقع الاستاد وسهولة الوصول إليه متاحة ولا لا؟ هل أسعار التذاكر في المتناول ولا لا؟ هل في مبالغات في تحديد قيم التذاكر؟ يعني يراجع الإجراءات. الإجراءات لكن ملوش دعوه بالعدد اللي يكون موجود، انما موجود. فريق شعبته قليله. يعني طبعا طبعت انا ما أنا عشان احضر 75 لازم احضر اطبع لي مثلا 85,000 تذكره عشان ابيع منهم. مش معقوله محدش بيبيع 100% من عدد التذاكر. فطبعا انت يبقى انت خدت باول سبب. ثاني سبب طريقه الوصول الى الملعب من اول السفر من المكان، متاحه ولا مش متاحه برضه تتاكد من. لو تاكدت من كل العوامل دي طب ما تخلينا نكون عمليين. ما هو الكف في القاهره وهو يتابع انه انت بتحدد ساعه محدده قليله للمباريات، بتقول يحضر 5,000 يحضر 10,000. يعني هو ضد، هو ده هو مش عايز كده. هو مش عايز دي اللي يقدر يتكلم فيها، لكن ما يجيش يحاسبني هو ليه ما حضرش ناس كتير. طب انا طبعت ال 8,000 لان انت اللي فرضت هذا الحظ. ابراهيم معلش لا، لما تقول 5,000 في الاول غير لما تقول انا موافق على 80,000 ويجي لك 5,000، يعني هتعمل ايه؟ يعني هي دي الفكره. لما تاخد بالاسباب هو ملوش دعوه بقى. الناس جت ما جاتش، الناس معاش فلوس، الناس خايفه، الناس بتصيف، الناس عندها اي سبب تاني. يعني في اسباب كثيره للعزوف، مش بس ان لما انا بقى انا اقول لك انا الملعب المفروض ان انا يحضر 75,000 اروح طبع 10,000. لا، هنا انت تتدخل. اما تيجي تكتشف ان يصعب الوصول الى الملعب ده، مفيش مواصلات توصل له، لان دي قد تكون فكره ثانيه. هو ليه ما يكونش فيه مثلا طفطف ياخد الناس من الحته اللي بتركب فيها؟ اذا كان برج العرب الناس بتمشي مسافه كيلو او كيلو ونص عشان تخش الملعب، ممكن يبقى في حاجات كده للاسر طفطف يوصلهم، هتساعد جدا. ان شاء الله لو قلت التذكره بخمسة جنيه هيقطعوها عشان يروحوا ويجوا. يعني تقدر تحل المشاكل، لكن الاعتراض على الملعب وتجبرني ان العب على ملعب مثلا ارضيتهم فيها كلام ما يصحش. هو مش هيجبرك، انت اللي بتختار ملعبك البديل. ملعبي البديل انا عايز العب في استاد القاهره.
مش هعرف ألعب فيه. خلاص هو بالنسبة له كاتحاد أفريقي مش بتاعته، أنت اختار وهات له الموافقة الأمنية، هو مش بتاعته هو. وهو الكاف بيقول لموقع يلا كورة بقى نلعب في استاد القاهرة يا جماعة يعني طبعا هو يعني متحف صحيح هو ملعب. مصدر في الكاف بيوضح لموقع يلا كورة حقيقة سحب رخصة برج العرب بالمباريات الأهلي القارية، وبيقول المصدر إنه بالعكس سحب الرخصة ده أمر مستحيل ولا يوجد سحب لرخصة ملعب أصلا من الأساس. أنا بقول يعني قال كل نادي بيختار في البداية ثلاث ملاعب بتتم معاينتهم قبل انطلاق الموسم القاري، وبيحصل كل ملعب على رخصة باستضافة اللقاءات. وقال المسؤول الأفريقي إنه الاتحاد أرسل خطابا للأهلي بإقامة اللقاء على استاد السلام لأن برج العرب من الصعب أن يحتضن 75% من سعة الجماهير بعد أن ظهر شبه خاون في المباريات السابقة، خاصة بعد تأكيدات الإدارة الحمراء بذلك. وأضاف المصدر المسؤول بالاتحاد الأفريقي الكاف اختار ملعب السلام نظرا لأن مسألة حضور الجماهير بنسبة 75% من ساعتين الرسمية أمر أسهل مما هو عليه بالنسبة لاستاد يعني برج العرب. يعني بالأسباب لكن طيب ده الأزمة بتاعت الملعب وإن شاء الله تتحل عما قريب. قرعة دور الثمانية زي ما فاكرين حضراتكم الأسبوع الماضي حطت هوريا الغيني في مواجهة الأهلي، وحطت سطيف الجزائري في مواجهة الوداد البيضاوي المغربي. أول أغسطس الأنجولي اصطدم بمازيمبي الكونغولي، ومواجهة تونسية خالصة بين الترجي والنجم. الأهلي هيلعب يوم 15 والعودة إن شاء الله أحد يومي 21 و 22 هتكون العودة في القاهرة. الفائز من لقاء الأهلي بإذن الله تعالى وحوريا الغيني هيلاعب الفائز من الوداد وسطيف في قبل النهائي، وطبعا الفائز من أول أغسطس ومازيمبي هيصطدم بالفائز من الترجي والنجم الساحلي. الدور قبل النهائي هيكون الذهاب 2 أكتوبر والعودة 23 أكتوبر، والنهائي علينا وعليكم بخير 2-11 و9-11. يعني التتويج بإذن الله تعالى يكون 9-11. الأهلي في حال إكماله البطولة بإذن الله هيكون مباراة التتويج خارج مصر. القرعة رغم أنها كانت مذاعة على الهواء، ورغم أن هي المسألة كانت واضحة فيها وضوح الشمس وقدام كل هذا الحضور، لكن لم تخلو من الغمز واللمز والحديث عن الكرة الساعة والكرة السخنة والكرة اللي معرفش إيه، لأنه الأهلي هيواجه حوريا الغيني. ليه هيواجه حوريا الغيني؟ لأنه الشرط اللي اتحط أنه أول كل مجموعة هيقابل أحد تواني المجموعات الأخرى، مفيش أول هيلعب أول، الأول هيلعب تاني، وفي نفس الوقت مفيش فرقتين من مجموعة واحدة هيلعبوا بعض، يعني الأهلي مش هيقع مع الترجي التونسي تاني مجموعته. كانت القاعدة واضحة وصريحة جدا، لكن الكابتن مدحت شلبي تحدث أنه رغم كل هذا الوضوح قال إيه؟ الأهلي حطوا له كورتين. إزاي حطوا للأهلي كورتين؟ القرعة على الهوا وفي حضور كل الناس دول، لكن قال إيه؟ الأهلي حطوا له كورتين. هل الأهلي حطوا له كورتين؟ الكرة التانية فيها إيه؟ نشوف الكابتن مدحت كله راجل وبعد كده نشوف الكرة فيها إيه بالظبط. النهارده حصل حاجة أنا آسف بتسميتها وما يزعلش من الاتحاد الأفريقي مهزلة. تخيلوا هم بيسحبوا القرعة بتاع دوري أبطال إفريقيا، لما سحبوا الأهلي فبيسحبوا مين اللي هيلعب معاه؟ طلع وفاق سطيف الجزائر، فرقة تقيلة جدا جدا. والدنيا طبعا واتشيرت على طول وعلى المواقع والحكاية والرواية إن الأهلي هيقابل وفاق سطيف. بتكملوا بقى القرعة لو الأهلي طلع مرة تانية. يعني في كورتين اتحط فيهم الاهلي. غلطه، اصل في اخطاء سوري يعني تغتفر، وفي اخطاء لا تغتفر. قرعه بحجم بطوله دوري ابطال افريقيا بملايين اليوروهات بامر بالسوشيال ميديا بهنا 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 تحط كورتين اهلي ازاي يعني؟ فتعادت القرعه لاجل حظ الاهلي. انا قلت لما كنت بسحب القرعه بتاعت البطوله العربيه وقع حظ الاهلي مع الفريق اللبناني، انا قلت الاهلي محظوظ،
بس بالرغم ان الفريق اللبناني تعادل معاه 0-0، قلت دايما الاهلي عنده حظ عالي. النهارده بعد ما يقع مع وفاق سطيف خلاص قلنا ماتش صعب جدا، لما حصل لقينا كورتين اهلي فتعادت القرعه، فوقع مع حريه كوناكري الغين اللي هو اقل بكتير جدا طبعا من وفاق سطيف الجزائري، لكن هي خطا لا يغتفر ولابد من محاسبه المسؤول عنه تماما في الاتحاد الافريقي المسؤول عن هذه المراسم. امور دي ما تعديش على الاطلاق. اتفق واختلف مع كابتن مدحت، اتفق معاه ان ما كان ينبغي ان يحدث هذا الخطا، مهزله ممكن تكون هو وصفها بالمهزله، خطا من النادر ما شفناهوش قبل كده، لكن الارتياب الذي يريد ان يبديه كابتن مدحت فان المساله ضبطت لدرجه انهم حطوا كورتين للنادي الاهلي، هذا هو الكلام اللي انا برفضه تماما، لانه هو بيقول ان الاهلي دايما حظه كويس، ولما وقع مع النجمه قلنا ان حظه كويس، هذا القياس الذي يلجا. ولما وقع مع وفاق الصيف قلنا ده ماتش جامد، ولما رجعوا القرعه لحوريه ده عايزين يوقعوه مع حوريه لان هي الاضعف. الحقيقه لما تبقى مش متابع تحدث الاخطاء. حوريه او حوريه زي ما احنا بنحب نقراها هو اقوى ثواني المجموعات الاربعه من حيث الارقام، هو اطاح في طريقه عشان يوصل ب سان داونز الجنوب افريقي. حوريه قدام الوداد، قدام الوداد حامل اللقب يوصف بانه اضعف فرقه يعني انا النهارده انا متاكد يا كابتن مدحت لو النادي الاهلي اراد ان يختار قالوا له اختار لك فرقه، حسب كلامك بقى لازم نختار حوريه. لا ما كانش هيختار حوريه ابدا ابدا، ونظرا لانه ما يقدرش يقع مع الترجي يبقى ما قدموش ها غير وفاق سطيف و اول اغسطس الانجول اول اغسطس. الغلطه جت منين؟ الغلطه انه مش حطوا كورتين، الغلطه إن لان النادي الاهلي كان ثالث واحد سحبة. في القرعه السحبه الثالثه، فما مش فاضل غير وفاق سطيف وحوريه، لا يمكن وفاق سطيف ها ومش فاضل في الاوائل الا الاهلي والوداد والاوائل الاهلي والوداد، مش ممكن حوريه تلعب مع الوداد، مش ممكن لان اللائحه بتمنع، لانه الاثنين في مجموعه واحده. قال لك الاثنين في مجموعه واحده لا يتقابلا في الدور التالي، يبقى ما كانش تتعمل القرعه. مش الغلطه ان حطوا كورتين، الغلطه كان يجب ان يسمى على طول ان وفاق الصيف بعد ما مع الوداد سحبتين والاهلي مع حوريه من غير قرعه، من غير قرعه اوتوماتيك لائحه البطوله هتحطهم كده، مش عشان حطوا كورتين يا كابتن مدحت. يعني ما اعرفش قد تكون حسن النية قد تكون بتغمز او بتلمز، ده مش دورنا نثبته، ما اعرفش ايه اللي لادي ديت ايه اكيد نسى يا حوريه اتخطفت ايه الحكايه. ما هو يعني الفكره انا بس فكره ان حطوا للاهلي كورتين، على فكره كل فريق بيتحط له ثلاث كور مش كورتين. ما هي الناس مش يعني للاسف حد بيتابع ولا حد بيدقق ولا حد بيجمع معلومة تقييم الفرقة كمان مش موجود. اللجنة المنظمة أعلنت اعتذارها عن اللي حصل، لأنه اللي حصل زي ما المهندس عدلي بسطه لكم ببساطة شديدة، أنت سحبت أول مرة وتاني سحبة. السحبة خلاص السحبتين اللي باقيين بقى اتنين أوائل محكومين بقى اتنين أوائل الأهلي والوداد، وبقى اتنين تواني حوريا الغيني وسطيف الجزائري، وده ما يقدرش يلعب حوريه. طيب في مقيده بشرط انه مش هيلعب اتنين من مجموعه واحده، الوداد مش هينفع يلعب حوريه. طب ما خلاص يبقى الاهلي ما ينفعش يلعب سطيف. بالقانون ببساطه شديده جدا الاهلي هيلعب حوريه بالقانون بالنظام بالقانون من غير قرعه من غير قرعه لا محتاجه لقرعه ثانيه، وواحد يستظرف ولا يقول لك قرعه متلجه
وكره سخنه لا كمان انه ياخد قرار ان حاطين كورتين. يا جبت المعلومه دي منين يا كابتن مدحت؟ هي دي اخطر ما في الموضوع. كل اللي قلته السابق ده وجهات نظر مالناش دعوه بيها، لكن ومهزله. انما حطوا للاهلي كورتين فيما يعني ان كانت من الاول ان هي مبيته، ان يعني يحرجوا نفسهم على الهواء بالمنظر ده. طلع احمد اهلاوي. نشوف رد اللجنه المنظمه. إذن حسب قوانين الاتحاد الافريقي لكرة القدم، الفريقان من نفس المجموعة لا يتقابلان مع بعضهم البعض. على سبيل المثال الأهلي المصري لا يمكن أن يقابل مثلا الترجي التونسي لأنهم كان في المجموعة الأولى. إذن لكي نتجنب تقابل فريقين خاض دوري المجموعات لأنهم كان في المجموعة الأولى إذن لكي نتجنب لكي طبعا لكي نتجنب تقابل فريقين خاض دوري المجموعات مع بعضهم البعض. يجب أن نعوض، يقول نادي الأهلي ضد نادي الحرية. على المسؤول على الجرافيكس أن يضع الأمور في نصابها. يقول الأهلي ضد حورية. هم يطلبون من المسؤول عن الجرافيكس. إذن أغسطو ضد تيبي المازيمبي في الربع النهائي الثاني، الترجي ضد النجم الساحلي، ثم نادي ستيف ضد الوداد، وحورية ضد نادي الأهلي. إذن يعتذرون عن الخطأ الفني الذي وقع. مسألة واضحة تماما، خطأ فني وقع. ما هو الخطأ الفني؟ أن تم سحب قرعة من الأساس. لما يبقى الاهلي والوداد هم المتبقيين مع حورية وفاق الصيف، هناك حتميه ان يلاعب الاهلي، حتميه ان يلاعب النادي الاهلي حورية بدون سحب اي قرعه، لان لا يمكن ان يلعب الوداد مع نفس الفريق اللي كان معاه في نفس المجموعه. مساله الخطا انه تم سحب القرعه، مش تصوير في المرحله دي. يعني المساله محسومه، يعني كان هيبقى الوداد وفاق الصيف، هذه حتميه لانه ما يقدرش يلعب حوري، هيتبقى مين؟ الاهلي وحوري، خلاص خلصت. لكن اما القول بان حظك يا اهلي وغيروا لك يا اهلي والقرعه يا اهلي وكورتين يا اهلي، لا كفايه كده كتير على الاهلي. يعني الست حوريه اضيفت للشماعات التاريخيه اللي هي اقوى تواني المجموعه. بالظبط، انا بقول لكم حورية اقوى تواني المجموعه. وارجع كابتن مدحت اقرا انت مسيرها وتصنيفها. يعني لو بياخدوا احسن تواني، افرض ان انت في بطوله العالم بياخدوا احسن تواني، هي اللي كانت هتوصل. احنا بنقول ده ليه؟ لانه قضيه زي كده، يعني مفترض، لانه الحقيقه حتى مش الكابتن تفضل بعد التاريخ بعد شويه كاعلامي كبير يقع في حاجه زي ديت. لا، كمان في صحفيين كتير كتبوا في كل الجرايد، والناس لحد بيدقق ولا حد بيسال ده حصل ليه. وتقييم القوة حتى يا استاذ ابراهيم تتحول لماده للتشكيك في تتويج الاهلي او قيمه الاهلي او بطولات الاهلي او نجاح الاهلي، ويبدا تتغذى. حلينا بقى بعد شويه حد هيدقق في ايه اللي حصل. عارف يا استاذ ابراهيم المدهش انه قد يلاقي وفاق الصيف او الوداد لو كسب. يعني لو هم عايزين يجنبوني، يعني شايف هو كابتن مدحت ان وفاق الصيف ده المرعب، يبقى هنفترض انه هيكسب الوداد. لو الاهلي لازم هيقابله، يكسب هيقابل وفاق الصيف، يبقى انت يعني فين ان انت جنبتني ان انا التقي وفاق الصيف. طيب ده انت حطيتني في سكه حامل اللقب، ده انت حطيتني لو عايز تجاملني ما تحطنيش في سكه حامل اللقب. وليه جاملك؟ نشوف سامسونج يعني ادامه. لو هو بيفترض المجامله بيجاملني ليه؟ طبعا بيجامل اي حد ليه؟ صحيح. لو هو بيفترض عايز يوجه القرعه يوم يحطني في ده، احنا ممكن طرفي نهائي البطوله الماضيه هم اللي هيلعبوا في السيمي فاينل. بالظبط، وارد.
سامسون أدامو رئيس لجنة المسابقات بالكاف تحدث لقناة أون سبورت عن اللي حصل. أشرح الموقف لحضراتكم، كما تعلمون بأن لوائح التنظيمية تنص على أنه لا يمكن أن يتقابل فريقان من نفس المجموعة في الدور التالي. وعندما وصلنا إلى المرحلة الثالثة بقي لنا أربع فرق، هي الأهلي والصيف والحرية والوداد. وبما أن الحرية والوداد كانا في مجموعة واحدة، فمن الواضح أنه كان لا يمكن أن يواجه بعضهم البعض في دور الثمانية، وأصبح وفاق صيف هو من سيواجه الحرية. وعندما وصلنا هذه المرحلة الثالثة أوضح الكمبيوتر أنه هناك خطأ ما ولا يمكن أن ننتقل للمرحلة الرابعة. ثم تداركنا هذا الخطأ، وأنتم تعلمون أنه الفريقين الآخرين كان الحرية والوفاق ووداد، ثم تم تعديل الموقف، وبالتالي ومع ذلك تم تعديل هذا الخطأ، وبقي الفريقان اللذان سيواجهان بعضهما البعض، لأن الحرية والوداد لا يمكن أن يواجه بعضهما طبقا للوائح، وبقي سطيف والأهلي. ثم الكمبيوتر اختار المواجهة بين الأهلي والحرية. شكرا جزيلا. يعني لا حرية اتخطفت ولا اتسرقت، هي الناس اللي لا قرت ولا تابعت ولا عرفت ولا سألت. ودي حاجة غريبة، حاجة غريبة بجد، انه الناس اول حاجة تروح لها المؤامرة، التشكيك في نزاهة اللي بيحصل، او ان في مؤامرة لصالح الاهلي، زي ما خلوا حكام فرنسا وحكام المانيا وحكام اسبانيا وكل حاكم اجنبي يجي يحكم لقاءات القمة اهلاوي وميال للاهلي. النجوم، بس بلاش النجوم، النجوم في السماء اتهموها ان هي اهلاوية. الاتجاهات كل حاجة باستمرار، لا اصل في انحياز للاهلي. يا جماعه ندور على حقيقه الامر بناء على معلومات صحيحه، وبعد كده لو في خطا لا من حق الاعلام يكشف عن اي خطا موجود، بس بعد ما يدقق ويشوف ده حصل ليه. لكن غير معقوله بجد في مؤتمر قرعه منقول على الهوى، والاتحاد الافريقي والناس على المسرح بتعتذر وتوضح ده حصل ليه، يقوم بعديها تسمع كل الكلام اللي اتقال، كرة سخنة وكرة باردة، والأهلي اتحط له كورتين وعشان يجنبوه ده، علشان نصدر للرأي العام انطباعات غلط، بشماعات غلط، بإساءة لقيمة نادي. هو ده الهدف في الأول وفي الآخر. حورية كوناكري اللي اعتقد البعض ان الأهلي اتجامل لما اتحط في سكة الأهلي، المهندس عدلي أشار لكم من شوية إلى نتائجه. هو تأسس سنة 75، حصل على أبطال الكؤوس الأفريقية سنة 78، يعني بعد الثلاث سنين بس من نشأته واضح أنه اتبنى صح، زي المقاولين العرب كده بالظبط. وحصل على لقب الدوري الغيني 9 مرات، ما قابلش الأهلي قبل كده، بيقوده حاليا مدرب كرواتي فيكتور زافانوكا. ونتائج الحورية أو هوريا في الدوري الموسم الماضي تقول أنه هو فريق قوي جدا. إزاي دخل لدور الثمانية الأفريقي؟ في دور الـ64 الدور التمهيدي قابل إسفان بطل النيجر، فاز عليه 3-1 و0-0. في دور الـ32 جنريشن فوت السنغالي 2-1 و2-0، يعني فاز ذهاب وعودة على فريق بطل السنغال. دخل في دور المجموعات، لعب مع توجو بور التوجولي مرتين بنتيجة واحدة 2-1، كسبان كسب الماتشين، وتعادل مرتين مع سان داونز العتيد الجنوب افريقي 2-2 و0-0، ودخل بداله. ده تعادل مع الوداد المغربي حامل اللقب 1-1، وخسر منه في المغرب 2-0. اذا نتائج فريق يوصف بانه خسر ماتش واحد في كل الـ10 ماتشات دول، مفيش حد غيره عملها بالظبط. يعني لو انت عايز جنب الاهلي مش هتختار له الفرقه دي بالظبط، اقوى فريق فرق المجموعه. صحيح، كل الامل ان شاء الله انه الاهلي يوفق في مباراه الجمعه، هتبقى الساعه 6 مساء ان شاء الله، في ان هو يقدم عرض كويس ويحقق نتيجه كويسه ان شاء الله، بفضل خبرات لعيبه النادي الاهلي الكبيره في افريقيا، وخبرات كارتيرون المدير الفني اللي حصل على لقب هذه البطوله مع زيمبي الكونغولي من قبل. يحدث كل هذا ولا يزال العرض مستمرا.
لا يزال العرض مستمرا في الأزمة المحلية الخاصة بالأهلي والتحكيم. الاتحاد الأفريقي أو اتحاد الكرة أو لجنة المسابقات أزاحت الأهلي من خط الأزمة وأجلت الثلاث مباريات المستحقة للأهلي في الفترة اللي جاية علشان الضغط الجدول مع المشاركة الأفريقية. ومن ثم فاعتراض الأهلي وبيان الأهلي وموقف الأهلي وغضبة الأهلي على الفوضى التحكيمية اللي حدثت في مباراة الفريق مع الانتاج الحربي تأجلت إلى موعد يبات فيما بعد، لكن لا يزال العرض مستمرا. في جريدة المصري اليوم كتبت الزميلة ياسمين عبد العزيز مقالة بعنوان الأهلي ما زال كبيرا والاعتذار حق لنور الدين. ما يهمنا فيها الحقيقة إذا كانت فكرة الاعتذار مبنية على معلومات تبدو غير دقيقة، لأنه ما حدثش إبراء لذمة إبراهيم نور الدين، بالعكس المعلومات الصادرة أو المترشحة عن اتحاد الكرة أن في عقوبة، وفي عقوبة بالإيقاف لمدة شهرين عن إدارة أي مباريات في الدوري الممتاز، هو وطاقم المساعدين خاصة حامل الراية والحكم الخامس أبو خاطر، على أن هم في الفترة دي يحكموا في الدوري الدرجة الثانية، ويبعد نور الدين عن إدارة مباريات للأهلي وللزمالك لأجل غير مسمى. لما سألت مسؤول بارز في اتحاد الكرة إذا كان فعلا تم الاستقرار على هذه العقوبة، قال لي مش بهذا الشكل المعلن من قبل الاتحاد، لكن هي عقوبة بديهية، يعني حتى الرجل وصفها لي كده، عقوبة بديهية، لأنه حكم أثيرت حواليه كل هذه المشاكل وطاقم وقع في كل هذه الأخطاء، من الطبيعي جدا أنه يبعد فترة ربما أكتر من كده كمان عن إدارة هذه المباريات. لكن ياسمين عبد العزيز في المصري اليوم بتشيد بموقف النادي الأهلي بشكل واضح، وبتقول ما زال الأهلي كبيرا في الإشارة إلى موقفه. لكن الحديث عن إبراء ذمة إبراهيم نور الدين وتحميل المسؤولية للحكم الخامس اللي شاف اللقطة وهو مركز فيها قوي وما حسبهاش، ده كلام لا يتفق مع صحيح قانون الكورة. قانون كرة القدم إنه الحكم سيد الملعب. بلاش نقول لكم إنه إبراهيم نور الدين شاف الواقعة وحط الصفارة في بقه وكان هيصفر. عشان كده الخطأ مسؤوليته هو. مفيش حاجة اسمها أصل هو الحكم الخامس اعترف إنه قال له. أهو نفس اللقطة اللي سجلناها المرة اللي فاتت، والحقيقة المهندس عادلي لقطها صح قوي في توقيت الكونكشن اللي حصل ما بين أبو خطر والحكم الخامس. هو مش حاطط إيده. بالك هو مش حاطط ايده، ده حاطط السماعه على ودنه، يعني هو اللي بيسمع يعني مش هو اللي بيتكلم. لو هو يعني بيتكلم مش هيحط، هو اللي بيتكلم مش هو اللي سمع منه. فابراهيم اللي بيقول له. طيب هل يقدر ابراهيم نور الدين في الوقت ده والحكم الخامس مع اعتبار او هصدق اللي اتقال؟ طبعا الكارثه جدا ما تسمع حد يقول لك ايه اصل كان متمركز غلط. بص الحكم الخامس واقف فين في اللقطه الكادر اللي قبل دي على طول كده داخل يلعب الكوره. كان ناقص هو اللي يروح يجيبها اهو كده متمركز غلط بسلامته، مش عارف التمركز الصحيح فين. الكابتن ياسر عبد الرؤوف لما سالوه طب هو لما ابراهيم نور الدين شافها كان يصفر ولا يسمع كلام الحكم الخامس؟ تعرف هو لو هو ابراهيم بقى كان دماغه ان هو يحسب البينالتي كان هيحسبها ويستنى ان التاني يلغيه عشان قدام الناس كلها يبقى اتلغت بسببه. مش هيروح يديله ظهره ويقول لك اصله قال لي بتقول ايه مش عارف ايه. كويس ان انا ما صفرتش. طب ما نسمع ياسر عبد الرؤوف نفسه كحكم دولي سابق لما شاف ابراهيم نور الدين والصفاره في بقه كان يجب ان هو يصفر ولا في حاجة تمنعه؟ هنا في حاجة من الاثنين. تمام؟ الحاجة الأولانية إن إبراهيم كان هيصفر ركلة جزاء ورجع أهو ورجع وده اللي إحنا شايفينه في الصورة، يا إما هو غير قراره من نفسه يا إما جاله معلومة من الحكم الإضافي إن العب وما فيش حاجة. كلها كوارث اللي أنت قلتها. بس
انا لو ابراهيم وصلت المكان ده لو الدنيا كلها قالت لي ان هي مش ركله جزاء لا هصفر ركله جزاء. هو الموضوع واضح، هو كان هيحتسب وغير رايه، افتكر وبعدين قال لك الله عايز مبرر بقى، ايه رايك وانا كده احتسب ولا ما احتسبش؟ ممكن يقول له لا ما تحتسبش او ممكن يقول له طب انت خلاص ما احتسبتش. انما المدهش في هذا الامر واللي صعبان عليا رغم ان انا يعني مش شايله مسؤوليه كبيره جدا ابو خاطر ده، لكن الحق حق، اتيح لجمال لابراهيم نور الدين انه يطلع يتكلم في الاعلام ويشيله الليله، كان لازم يطلع في الاعلام يقول انا غلطان ولا مش غلطان. لحد دلوقتي يقال ان هو قال لهم لا ما حصلش الكلام ده، يعني هو قال انا ما حصلش الكلام ده في ابراهيم. وعلى فكره ما اظن انه سالوا كل واحد لوحده، الراجل ده لحد دلوقتي ما سمعناش منه كلمه ولا هتسمع. طب ما تساله انت ولا هتسمع حتى حد يساله لانك هتسمع اللي جاي الكابتن عصام عبد الفتاح. نشوف الناس مكبره الموضوع بشكل كبير وحاطين احنا في 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 موضع كده غير صحيح. قبل بدايه الموسم يا كريم تحس ان في مشاكل ما بين انديه معينه ما بين شخصيات معينه وحاولوا يدخلوا التحكيم في القصه. طبعا كل الاحترام وكل التقدير للنادي الاهلي وجميع الانديه، ويا ما قلت مرارا وتكرارا ان احنا بنقف على مسافه متساويه من كل الانديه. احنا مش عاوزين ندخل في مشاكل مع حد، مش عاوزين نكون طرف ما بين اخرين في مشاكلهم، احنا بعاد عن ده. شفتوا بقى الاهلي عنده حق انه ياخد موقف ويغضب؟ لانه حتى المسؤولين عن تطوير التحكيم كابتن عصام عبد الفتاح لما نيجي نحل نلقح، مش معقوله اصله في خلافات بين شخصيات وبعضيها، اصله في خلافات بين الانديه وبعضيها، اصله دول عايزين يجيبوا لي نتائج الخلافات بين الشخصيات والانديه على التحكيم، جيبها لك على التحكيم باماره ايه؟ باماره ايه وانت عندك حكام بهذا المستوى؟ ايه علاقة الواقع دي وانت بتلقح في ايه؟ التلقيح والتلقيح اللي انت بتتكلم عليه، ايه علاقته باللي انت شفته؟ احنا بنتكلم جون ولا مش جون؟ يعني لما تيجي تقول لي بنالتي ولا مش بنالتي؟ إيه؟ بنالتي يعني لو واحد بيسمعها في الراديو هيحسبها. والله جون سليم 100% تحسبه لي اوفسايد. ايه علاقة ده بقى بالتلقيح سياسي؟ بالعكس انت انت اللي عايز تحولها لحاجة ثانية. ده هو عايز يهرب منها بالظبط، عايز يحولها لحاجة ثانية غير موجودة. يعني دلوقتي الاهلي بيحتاج عشان مش عارف ايه، لا بيحتاج عشان كل مصر وانت منهم بتقول دي ضربة جزاء. لكن انت مشكلتك بابا عصام، انت عايز تطلع كل مرة، يا ريتك ما تصور هو كابتن عصام عبد الفتاح لما يتكلمش في الاعلام، والله العظيم ما كان هيبقى عنده مشاكل خالص، كانت الناس هتفضل متضايقه وخلاص، مش متضايقه منه. لكن كلما يتحدث جه ما حب يلغي الحكم في الماتش الاهلي والزمالك، الحكم الاجنبي اللي بقرار وزاري، ما يتلغيش الا بقرار وزاري يا كابتن عصام، وقال لك ما فيش تحكيم اجنبي بعد كده، عشان بعد كده تحصل الماتش العك اللي شفناه اللي ما تلعبش منه ربع ساعه على بعضها الحنفي. الحنفي وبعدين يرجع يقول لك ده الحكم كويس انه ما طردش خمسه من هنا خمسه من هنا، كويس انه ما طردش، يعني اذا كان في 10 يستحقوا الطرد ما طردهمش، لكن هو بيشيد بادائه اخرج بالمباراه لبر الامان، بقى مخرج ما بقاش حكم. تيجي تكحلها تعميها كل مره كابتن عصام، انت دلوقتي عايز تتكلم في واقعة ماتش ووقع ضرب الجزاء ولا مش ضرب الجزاء، بينت ولا مش بينت، واسباب عدم احتسابه بالظبط بالظبط، ما تخرجش بره الموضوع. تروح ملقح انت كل مره تيجي تكحلها تعميها. وبعد كده كل ده ليه؟ عشان عايز تدافع ظالما او مظلوما عن حكامك عشان يحبوك، عندك مشكله الرساله بتاعتك مش واصله،
الحب مش واصل والنتيجة مش واصلة والتحكيم لا يتطور. وارجع تاني واقول لك ريحنا الله يخليك، ريحنا يخليك. ما تخليش المسؤول راسم السياسات هو المسؤول عن التنفيذ. أيوة. لا يليق ان يكون عضو اتحاد الكرة رئيس لجنة باي حال من الاحوال. ايوه اي لجنة. أيوة. فالتحكيم تحديدا انت المراقب وانت الذي تراقب نفسك، انت المخطئ وانت الذي تراقبك، انت الجاني وانت اللي بتحقق مع نفسك، انت اللي طالع تدافع عمال على بطال. حاجات ما تحصلش الا يعني في ما فيش اراده للاصلاح. ما فيش اراده للاصلاح، احنا هنفضل كده. وارجع تاني واقول تاني، ولو ان دي مش مناسبتها اجلها مره تانية. لا اقول ما ينفعش ابدا 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 ان يبقى المسؤول في الهيئة إعلامي، لأن أيضا نفس أداء الاتحادات يراقبها الإعلام. كيف تراقب نفسك؟ هذه الإزدواجية إزاي؟ جينا في كأس العالم شفنا الأداء بيكون إزاي. طب مين اللي هيراقب؟ الإعلام يراقب أداء كأس العالم. قد يكون اتحاد الكرة مظلوم، فأنت لما تكون بره المنظومة وتدافع الناس هتصدقك، لما تكون جوه المنظومة وتدافع الناس مش لأنك بتدافع عن نفسك. لما تكون أنت بره الاتحاد الكورة كإعلام الناس ممكن تصدقك لأنك مش بتدافع عن نفسك، لكن لما تبقى جوه الاتحاد أنت بتدافع عن نفسك. طيب هي يعني قضية كلها على بعضيها، لكن حتى الجزء الإعلامي عمل أعضاء في مجلس إدارة الاتحاد في عمل إعلامي، صحيح أنه من ناحية الشكلية المهندس عدلي بيشايف ان ده بيعطل هذا الدور، لكن المصيبه في لجان الاتحاد، لجان العمل التنفيذي نفسها يا ابراهيم. لا لجان العمل اللي هم بيقيموا بعض، اصل انا بقعد على ترابيزه والاعلام مش بيقيم الاداء. هي معلش بس انا بقعد على ترابيزه بتتعرض قضيه تخص التحكيم، عضو مجلس الاداره هيقيم زميله اللي قاعد جنبه الكابتن عصام، هيقيمه في قرار ازاي وهو اللي هيحدد له ازاي. الكابتن عصام هيصوت على قرار تقييمه لنفسه، رئيس لجنة شؤون اللاعبين نفس الحكاية، قاعد مجدي عبد الغني عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة شؤون اللاعبين. طب إزاي هيقيم نفسه؟ إزاي حالات القيد اللي بتتم؟ إزاي الكلام والجدل اللي بيثار؟ إزاي التدخلات اللي بتحصل؟ مين اللي بيمرر الكلام ده؟ صدقوني ترابيزة الجبلاية وقلتها بمنتهى الوضوح، شيلني وشيلك لو الوقت يتسع، هقول لكم مين بيسيب للتاني إيه. ده لا يليق بمجلس إدارة يرأسه عضو اللجنة التنفيذية في الفيفا، بل أقدم أعضاء الفيفا. هانت اللي من لا يعلم أقدم الشخصيات اللي موجودة في تنفيذية الفيفا. لا يليق أبدا يعني بيه على فكرة هو أن يجلس على ترابيزة محترمة يعني فيها كل هذه العشوائية. قريب ممكن هو الأقرب أنه ينجح طبعا. لا يليق أبدا بيه أنه تبقى المسائل على الترابيزة بهذه العشوائية المسيئة جدا، انه اعضاء اللجان او رؤساء اللجان هم اللي بيقيموا نفسهم وهم اللي بيخدموا على بعض وهم اللي بيفوتوا البعض. عشان كده الاستاذ ابراهيم حجازي ناقدنا الرياضي الكبير لما كتب في اهرام الجمعه مقالته اللي نتمنى دائما وابدا تمس كل هذه المصائب السوداء زي ما بيوصفها، قال الشطب هو الحل، وتذكر الجنرال الجوهري في ذكراه. وقال الأستاذ إبراهيم حجازي لأنه وحشتنا مقالاته: كرة القدم لعبة لها قوانينها ولوائحها الواجب احترامها لضمان الارتقاء الدائم بمستواها، هذه حقيقة لا نقاش أو جدال فيها تحت أي مسمى أيا كانت الظروف. والحقيقة الثانية أن أخطاء الحكام جزء من اللعبة لابد من قبولها وعدم الاعتراض عليها. ولكن بعد ولكن هذه يقول إبراهيم حجازي: أخطاء الحكام المقصود بها أنها جزء المقصود بها أنها جزء من اللعبة هي الأخطاء الصعبة على الحكم رؤيتها ورصدها، أو التي يمكن أن تتحمل وجهات نظر مختلفة. إلا أن الذي شاهدناه في مباراة الإنتاج والأهلي لا هو جزء من اللعبة ولا هو صعب على الحكم رؤيته ولا هو يتحمل إلا وجهة نظر واحدة، ولا فيها إلا أن أيوة إنها أخطاء واضحة مستحيل تجاهلها. أقول للسيد الحكم: إن لم تكن حركة المصارعة التي قام بها مدافع الإنتاج وخطف مهاجم الأهلي بارالويا ولف به وأسقطه أرضا، إن لم تكن لعبة مثل هذه فاول
فول ابن فول. نسمع صفارة سيادتك عليها. إن لم يكن عنفا صريحا مثل هذا فول، فما هو الفول؟ لا تقل سيادتك أنك لم ترها، لأنها كانت في مجال رؤيتك ومصارعة واضحة مش كورة. لا تقل إن المساعد لم يشر لك، ووارد أنه لم يفعل رغم أن فاول لمس الأكتاف على بعد خطوات منه. لا حجة لك في ذلك، لأنه فاول واضح فاضح يستحيل أن تتحجج بالمساعد فيه، لأنك المسؤول الأول والأخير. واضح أن المساعد كان له رأي آخر، لأنه غض بصره عن اشتباك المدافع مع المهاجم إلى أن أسقطه أرضا، والدليل أننا وجدناه بيخلي مسؤوليته من رؤية خطفة المصارعة وبيجري تجاه المرمى. قال إيه؟ بيتابع الكورة. بيضيف الأستاذ إبراهيم حجازي، والمساعد الآخر ألغى هدفا صحيحا للأهلي بدعوى تسلل، هو الوحيد الذي رآه ولم يرى جزء المدافعين اللي مغطين التسلل. لا يمكن يشوف حد، رغم أنهما وقت اللعبة هم أقرب لاعبين له وعلى بعد خطوات منه. يحجبوا الرؤية يحجبين الرؤية عنه، ما شاف الأحمر إزاي منهم. بيقول الأستاذ إبراهيم حجازي، مأساة سلوك لاعب دولي في نادي كبير لا يقدر به تحت أي ظرف أن يفعل ما فعله، احتراما لاسمه ولناديه ومرمى مصر الذي يحميه، على خطأ محمد الشناوي، وأنا معاه 100%، وقبلهم جميعا المبادئ التي واجبه أن يحميها ويحرسها، لا أن يسقطها ويدهسها. والمأساة الأخرى بطلوها للأسف الحكم الدولي، وليسمح لي بأن أسأله، إن كان ما حدث لا يستوجب الطرد، فما هو الفعل الذي بسببه ينطرد لاعب؟ تبقى كلمة للسيد رئيس لجنة الحكام، علينا أن نتذكر جميعا أن كفاءة حكامنا ونزاهتهم وعدالتهم علامة مميزة للتحكيم المصري على مدى تاريخه وللآن، إلا أنها على المحك خلال الفترة الأخيرة. ما تكلمنيش أنه في نزاهة مطلقة مضمونة ودايمة، التي زاد فيها اللغط والتشكيك والأكاذيب والشائعات، وتماشيا مع ما يحدث في المناخ العام، بما يستدعي الحزم والحسم من لجنتكم الموقرة في الواقعة الأخيرة بتحقيق كاشف وجزاءات رادعة، لا تصريحات عنترية تأخذنا إلى سكة ندامة، الداخل فيها مفقود والخارج منها أيضا مفقود. القرار الوحيد بحسب الأستاذ إبراهيم حجازي الذي يعيد الثقة للحكام والتحكيم وينهي الشك والتشكيك، هو رفع اسم هذا الحكم من سجلات الحكام حتى بلوغه سن الاعتزال. هنقول ايه بعد كده؟ اللي حصل استفز كل الناس، حتى مقدمي برامج التوك شو. شفنا برامج كتيره جدا، شفنا احمد موسى صوته خرج بره الاستوديو، انتوا بتعملوا كده ليه؟ انتوا بتعملوا في الاهلي كده ليه؟ وكان الزميل سيد علي في صرخته صوته أوضح شوية، بحيث قدرنا نجيبه. نسمع سيد علي وهو يتحدث عما حدث في هذه المهزلة. الأستاذ عصام فتاح عضو مجلس اتحاد الكورة رئيس لجنة الحكام قال يا عيني إنه مصدوم. عصام فتاح يا عيني مصدوم خالص. يعني ليه مصدوم عصام فتاح؟ من بيان الأهلي مشددا أنه لا يوجد حكم مرتشي في مصر. هو حد قال عليه مرتشي؟ انت اللي بتقول عليه مرتشي. اللي اسمه ابراهيم نور الدين ده اللي هو حكم ماتش الاهلي الاخير. يعني انا امبارح طلبت ان هذا الرجل لا يظهر، هذا الرجل فتنه بعد عوده الجماهير، هذا الرجل فتنه، يجب الا يظهر ولا يحكم اي مباريات، خاصه ان نادي الزمالك الكبير ايضا طلب ان الراجل ده ما يحكمش، لانه لا يصلح يبقى حكم ولا يصلح يبقى اي حاجه خالص يعني. لان ضربه جزاء واضحه، واحد ماسك واحد بيوقعه وبيضربه جوه منطقه الجزاء ما حسبهاش. وفي جون داخل مش اوفسايد، ملوش علاقه بالاوفسايد، وواضحه جدا جدا وحسب اوفسايد. فهذا رجل يعني عصام فتاح بقى رئيس لجنه الحكام يا عيني مصدوم. يا عيني. طب نجمع لك الحقيقه فلوس يعني نروح نعالجك عند طبيب نفسي مثلا ولا ايه؟ يعني هل احنا المشاهدين مثلا نجمع للسيد عصام فتاح فلوس تتعالج من الصدمه دي عند دكتور نفسي؟ ولا نعمل ايه يا عيني؟ ولا نروح ندفنك في الرمل مثلا، الرمل السخن عشان الصدمه دي تروح منك؟ ولا نجيب لك طاسه الخضه؟
يعني انا مش عارف الاخ صنع فتاح الحكم هو مصدوم، طب نعمل معاك ايه؟ يعني واحد طالع يدمر بيلعب مع الجماهير وبيصير فتنه وكمان مش عاجبه. مش عاجبه ليه؟ لان بيان النادي الاهلي مؤدب ومهذب، مفيش حد من النادي الاهلي طلع قال لك انت وانت 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 وبتقفلوا بقكم ما بتتكلموش. انما النادي الاهلي مؤدب، انما يا عيني انت مصدوم هنجيب لك طاسه الخضه يا سيدي. في كلام للمسؤولين يجب ان هم يبقوا على قدر يعني اسكت اسكت. اذا بليتم فاستتروا وانتم بليتم. انت عصام عبد الفتاح ولجنتك والحكم ابراهيم نور الدين ده بليتم فاستتروا، اسكتوا اسكتوا. انما انت مظلوم يا عيني، صعبان عليا والله. الحقيقه معتص الخضه والصدمه اللي هي مش فاهمين هو مصدوم من ايه، مننا ولا من نفسه ولا من لجنته. ربنا يشفيك ويعفيك من الصدمه، وما عندناش كلام اكتر من اللي سمعناه لانه بيلخص حاجات كتير جدا. سامع الاستاذ ابراهيم حجازي ام الاعلامي سيد علي الاعلامي الكبير طبعا اللي هو مصدوم الحقيقه مما يحدث واضح ان هو اللي مصدوم. هل لديك اي اقوال اخرى؟ انبسطت سريعا، انبسطت من افتتاحيه أجيري والفوز على النيجر 6-0. مش الستة صفر اللي عاجبني لكن فلسفه الاداء، فلسفه الاداء. اما تصوير الامر كل ما تطلع نتيجه كبيره ان الفريق اللي قدامك اصل فريق مدارس، هو تعادل مع سوازيلاند 1-1 وتونس مع سوازيلاند 2-0، فما فيش حاجه اسمها كده. الموضوع ان احنا هو ممكن يكون اقل مننا فنيا ولكننا لعبنا كويس. انت عارف النتيجه دي نتمضع ده ضرب الجزاء، يعني انت بتعمل 6-0 ومضيع ضرب الجزاء ومضيع 8 تجوان. اذا الوصول الى المتكرر المرمى لا، وراه لعيبه وراه مدرب وراه اداء. ما انت ممكن كان يبقى الاثنين بشلته وعك ويجي فوق جون فتبقى 6-1 مثلا. لكن انت عملت ماتش كويس والفريق اللي قدامك ما كانش في يومه، ما نقدرش نقول ضعيف. فاعتقد انها بدايه موفقه يبنى عليها، ولكن المخاوف انه ما يستمرش، يعني مش ان احنا نكون اتسرعنا، دي مخاوف. نتمنى عدم التهليل وايضا عدم التهوين. ضربه بدايه قويه، ضربه بدايه كشفت عن عندنا قدرات هجوميه تقدر تلعب كوره بجد. والله يرحم زمن كوبر ويسامحوا على كل وفرحان اللي من صلاح محسن مؤكد طبعا، ومروان محسن وربنا يشفيه وباهر محمد من أشرف. المكاسب يعني في مكاسب كثيره في الملعب طبعا. انتهت حلقتنا للاسف. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير. نلتقي في التاسعه مساء الخميس القادم ان شاء الله، ونسيبكم مع زين النوادي. تصبحوا على خير.